Hello, my dear students and screen viewers of the third year secondary. Welcome in another episode of our program, Secret of Superiority. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وبالتحديد طلبة الصف الثالث الثانوي في حلقة جديدة من برنامجنا سر التفوق. طبعا أنا عارفة أن النهاردة أول يوم ليكم في الامتحان وشايفاكم بقى وانتوا رايحين الامتحان النهاردة، بجد كان قلبي رايح معاكم جدا وكل دعواتنا ليكم بالتوفيق وعمالين ندعيلكم، وفي نفس الوقت مش أنا بس، حتى كل ستاف قناة التعليمية بيدعولكم بالتفوق وأنكم تحققوا كل اللي تتمنوه. كل القائمين على العملية التعليمية في وزارة التربية والتعليم، معلمين وعلى رأسهم طبعا سيادة الوزير طارق شوقي، بيتمنى لكم كل التوفيق، وكمان إن شاء الله دعواتنا ليكم بإن الدنيا تعدي على خير وسلام، وبإذن الله كده تحققوا اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة أنا عارفة طبعا في التوقيت ده ممكن تكونوا بقى انتوا في الامتحان أو كده، ولكن هتشوفوا الحلقة على قناة اليوتيوب. دي مراجعة هتستمر لمدة 3 ساعات، الأول في برنامج سر التفوق لمدة ساعة، وبعد كده إن شاء الله هكون معاكم في ساعتين يعني آخرين، هيكونوا في برنامج مدرسة على الهواء برضو مراجعة للغة الإنجليزية. إن شاء الله النهاردة هنخلص كل اليونتس، يعني الوحدات كلها في توقيت ال3 ساعات دي هيتم مناقشتها. هنبدأ النهاردة أو في الحلقة دي ب 2 units هنراجعهم، especially the grammar part، خصيصا الجزء الخاص بالجرامر. هناخد مجموعة أسئلة زي ما تعودنا في الحلقات اللي فاتت، كلها multiple choice questions، ونبتدي نحلل بقى الأسئلة دي ونشوف هي إزاي ممكن نتعامل معها في الامتحان، وطريقة الإجابة المفروض تكون إزاي عشان نوصل في الآخر للإجابة السليمة. النهاردة في الحلقة دي هنراجع units 10 و 11، واحنا عارفين طبعا انه عندنا هنا indirect speech او كلام غير مباشر، كمان هيقابلنا ال indirect speech في حالاته المختلفة، ممكن في السؤال و to give orders والكلام ده كله، وبعد كده كمان هيتم بقى في الحلقات الجاية اللي هتبقى بعد انتهاء الحلقة دي هنراجع اليونتس الاخرى اللي هيكون فيها ال verbs لما تكون في حالة ال infinitive او followed by to the infinitive ولا gerund form ولا ممكن الاثنين وباختلاف المعاني، وكمان هنراجع ازاي ان احنا نستخدم ال expressions of necessity and lack of necessity، ان احنا نعبر عن الاضطرار او الضرورة وازاي نعبر عن عدم الضرورة، او ان ال expression ده بيوضح انه ما فيش ضرورة لعمل الشيء. تعالوا نبدأ بأول question قدامنا، وهو ال question اللي هو طبعا MCQ. هنشوف أول question وهو خاص بال indirect speech. زي ما انتوا شايفين ال sentence بتقول the manager declared that the company pays brilliant workers the next month. The manager declared يعني ايه declared؟ يعني أعلن المدير، أعلن that the company brilliant workers the next month. طبعا أنا عندي هنا عرفت منين إن ده indirect speech؟ من فعل زي declared that، من structure كله، يبقى أنا كده لازم أحط في بالي إن structure ده أحاول أتعرف على هو تابع لأي درس grammar عندي في units، وبعد كده أبتدي بقى أفكر في الإجابات. زي ما أنتوا شايفين عندي declared that، زي said that، زي asked that، كل دي أفعال بنستخدمها اللي هي أفعال القول اللي موجودة في ال indirect. هنا الجملة فيها اهو فعل القول موجود في الماضي، احنا طبعا شرحنا الـ indirect speech قبل كده بالتفاصيل في حلقات سابقة، فبالتفصيل اهو يعني لو حابين ان انتوا تشوفوها ممكن ترجعوا الحلقات السابقة، ولكن دلوقتي احنا بنطبق على الاسئلة. كلمة declared هو فعل موجود في الماضي، اذا محتمل بنسبة 90% ان لازم الافعال اللي موجودة في الجملة والضمائر وكل حاجة تتحول، تمام؟ طيب طيب احنا عندنا هنا the manager declared that فعل في الماضي، the company وبعدين space ان الشركة وبعدين space brilliant workers هتجيب او هتعين brilliant workers the next month الاسبوع القادم، تمام؟ طيب احنا زي ما احنا شايفين بيقول انه في ال next month او الاسبوع القادم الكمباني المفروض انها تعين brilliant workers او ترقي
طبعا كلمة promote يعني رأي. طب هنتصرف ازاي؟ عندي الإجابات هنا had promoted، المفروض يعني احنا شاطرين وعارفين مستحيل ان يكون في حاجة next month ونستخدم ال past perfect. طب is promoting فين التحويل هنا؟ وبعدين next month بيتكلم في المستقبل. have promoted ولا was going to promote؟ طبعا was going to promote ده الستركتشر اللي احنا عارفينه ان هو خاص بالمستقبل، وطالما الستركتشر خاص بالمستقبل اللي هو is going to، احنا حولناه هنا ال was going to لانه the manager declared، يعني ده indirect speech او كلام غير مباشر، فبالتالي بنحول الفعل للماضي منه، يعني is going to هتبقى was going to، وبعد كده ال verb في الانفينيتيف. تمام؟ طيب هنشوف بقى هنا، يعني انا حابه اقول لكم الاول قبل ما نتنقل لجمله تانية، الجمله بتاعه الاندايركت سبيتش لازم ابص عليها كويس جدا انه بيتم تحويل مجموعه عناصر فيها، يعني مش حاجه واحده فقط، لا مجموعه حاجات. اول حاجه فعل القول، يعني بدل ما اقول احمد سد، لا احمد سد وبعدين مثلا اشيل الكوتيشن ماركس، او احمد تولد مي، سد تتحول لتولد مي، بدل احمد ساز تبقى سد او تولد مي، او ممكن ديكليرد زي حاجه زي كده، ممكن اغير في المعاني حسب الموقف نفسه. يعني المهم ان فعل القول في الاول انا بحاول ان انا اغيره واخليه في الماضي. والله لو فعل القول كان في المضارع، يعني احمد ساز هتفضل ساز زي ما هي، يبقى انا مش محتاجه اغير اي حاجه الا ممكن الضمائر، لكن الفعل نفسه بتاع الجمله هيفضل في الزمن بتاعه. ولكن امتى بيحصل التغيير بقى في كل شيء بما فيهم الفيرب؟ لما تكون احمد مثلا سد اتحولت للماضي، شلت الكوتيشن مارك، يبقى اول حاجه فعل القول، شلت الكوتيشن ماركس، مش موجوده اي كوتيشن مارك اللي هي علامات التنصيص، مش موجوده في الجمله، يبقى على طول اعرف ان دي جمله غير مباشره. لو هي موجوده علامات التنصيص يبقى جمله مباشره، والمفروض ان انا اقولها بالشكل المباشر بتاعها بدون تغيير افعال. وبعد كده ببص على الضمائر، الضمير خلاص انا قلت said، وممكن اربط الجمله بذات، ممكن لو هي سؤال استخدم لو yes or no question استخدم if او whether، ممكن لو هو سؤال عادي زي what when استخدم السؤال العادي كأداة ربط بدل that. يعني اذا احنا ناخد بالنا، وطبعا هيجي موضوع الامر وهقول لكم بنغيره ازاي، لو هو order عندنا not to و to على طول، وبعد كده نجيب الانفينيتيف. طبعا انا براجع لكم بسرعه لان المفروض نكون ذاكرنا كل الامور دي وبنعمل كده تشيك عليها بسرعه. طب بعد فعل القول ما اتغير وكمان جبت الرابط، او احيانا ممكن استخدم عن ذات، اجيب بقى الجمله بتاعتي، لكن لازم اشوف البرناون الضمير اللي في الجمله يتغير حسب الموقف. يعني انا بشوف انه احمد said that، يبقى انا هقول هي. احمد لما بيتكلم عن نفسه مش هيقول هي، هيقول I. ولكن انا لما هتكلم عن الكلام اللي قاله احمد هقول احمد قال انه هو، يبقى انا هستخدم هي، يبقى هحول الضمير، يبقى دي كده بوينت. طب بشوف الفيرب، الفيرب لو كان موجود في زمن بحوله للزمن الاقدم منه، يبقى دي كده الخطوه اللي بعد كده لازم نعمل تشيك عليها في التغييرات. فعل القول، الكوتيشن ماركس تشيل، الرابط اللي ممكن يكون ذات او في الاستفهام تبقى ادوات الاستفهام، او يس او نو ممكن تبقى اف او ويذر، ممكن استغنى عن الرابط اللي هي كلمه ذات خالص في الستيتمنت او في الجمل. وبعد كده بعد الرابط بشوف الضمائر، بعمل تشيك على الضمائر انها تتناسب مع الكلام اللي بيتقال او الشخص اللي بتكلم عنه. وبعدين بشوف الفعل، فعل الجمله طالما انا فعل القول في الماضي فعل الجمله يتغير، لو فعل القول في المضارع فعل الجمله هيفضل زي ما هو. طيب لو انا كمان عندي expression او time expression، expression خاص بالوقت زي yesterday، زي next month، زي tomorrow، الحاجات دي كلها عباره عن expressions of time. الكلام ده برضو لازم ان انا اغيره لو انا في ال indirect speech. احيانا بتطلع لي مجموعة جمل بيكون فيها الكلام الخاص بالوقت أو مصطلح الوقت ما تغيرش، في الحالة دي ممكن جدا أجيب الفعل بتاع الجملة، الفعل العادي بتاع الجملة برضو في حالته العادية بدون تغيير.
كل دي حاجات احنا هناخد عليها امثلة دلوقتي. وتعالوا نرجع للسنتنسز بتاعتنا. هنشوف دلوقتي sentence بتقول the criminals admitted that, زي ما انتم شايفين اهو تاني admitted, ده فعل قول اهو وجي بعد that عشان اللي جاية بعد كده هي statement او جملة. فهنقول the criminals admitted that, يعني المجرمون اعترفوا بايه؟ they space the villa, they had robbed ولا hadn't robbed ولا are robbing ولا have robbed. طبعا طالما admitted اعترفوا بشيء يبقى ما ينفعش اقول انهم ما سرقوش, لا ده هم اعترفوا بالسرقه. اوكي يبقى لازم احط فيلي كده. طب وكمان لازم اعمل تشيك بقى على الفعل. هل انا مثلا هم اعترفوا admitted في الماضي يبقى بيعترفوا بحاجه حصلت قبل اعترافهم اللي هي سرقه الفيلا, حصلت قبل الاعتراف, يبقى المفروض ان انا هنا اجيب الفعل اللي جاي ده في زمن اقدم او احوله للزمن الاقدم. اوكي طيب عندي هنا had robbed, يبقى احنا كده are robbing ما تنفعش لان ده present continuous, و have robbed برضو ما تنفعش لان دي كده ممكن تكون في الحالة الأصلية اللي كانت عليها الجملة, لكن في حالة الـ indirect speech لازم أغيره وأحوله لأني عندي كلمة admitted الفعل القول في الماضي, يبقى عندي كلمة had robbed هي المناسبة وما اخترتش hadn't robbed. ليه؟ لأن hadn't robbed دي بتديني معنى إن هم ما سرقوش ولكن هم اعترفوا, يبقى لازم أختار had robbed. يبقى the criminals admitted that they had robbed the villa. دي كده الاختيار السليم. طب تعالوا نشوف جملة تانية. The social studies teacher, يعني مدرس الدراسات الاجتماعية, told us that Asia, أخبرنا أو قال لنا إنه آسيا, space the largest continent in the world. The largest continent in the world, إنه القارة دي هي أكبر يعني قارة في العالم اللي هي قارة آسيا. طب احنا عندنا قارة آسيا دي عندي الاختيارات قدامنا was و is has been will be. ممكن بقى طلبة كتير يختاروا او يتلخبطوا ما بين was و is. هل اللي قدامي ده معلومة علمية؟ يعني هو الـ social studies teacher told us, قال لنا, يبقى ده indirect speech على طول, كلام غير مباشر وما فيش quotation marks وما فيش اي حاجة تدل على انه ده direct, يبقى خلاص. وفعل كمان في الماضي يبقى المفروض نغير الافعال. هقول لك هنا بقى لأ ليه؟ لان دي fact, دي حقيقة علمية. هي آسيا كانت اكبر قارة ودلوقتي لأ هي هتفضل كده على طول, وطالما انه دي حقيقة علمية مستمرة حتى الان يبقى لازم احط في بالي انه ما ينفعش في الحقائق العلمية يحصل تغيير للفعل او لزمن الفعل لان ده كده هيشوه لي المعنى والمعلومة تمام. فبالتالي هنا اختيارنا لازم يكون is مش was. اكيد طبعا has been ما تنفعش بكل الاحوال, will be يعني في المستقبل برضو اكيد ما تنفعش. احنا بنقول حقيقة معينة يبقى هنستخدم الـ present simple, وكمان لما نيجي نستخدمها في الـ indirect أو الغير مباشر برضو هنستخدم المضارع البسيط لأن دي حقيقة علمية. I knew that a new secondary school, يعني أنا عرفت أن في مدرسة ثانوي جديدة, space in our village recently, في قريتنا حديثا أو مؤخرا. طب يبقى ايه اللي حصل؟ طبعا كلمة recently دي تديني ايه بحاجة, يعني احنا عارفين ان الناس اللي ذكرت معانا التنسز عارفين كويس قوي ان كلمة recently من الكلمات اللي بتدل على زمن present perfect او المضارع التام. طيب الجملة الاصلية هتبقى في المضارع التام. طب الجملة بقى اللي هيتحول لل indirect speech اكيد دي مش حقيقة علمية فلازم هنغير الفعل. I knew الفعل هو بتاع القول في الماضي, know الماضي بتاعها knew بالإي, وبعد كده كلمة that عشان اربط جملة فعل القول بالجملة اللي هقولها, وبعد كده هقول جملتي, ولكن في الحالة دي احنا محتاجين نغير الverb اللي موجود. طيب المفروض نغير الverb اللي موجود هيبقى ايه؟ انا الاصل بتاعه يبقى a new school has been built,
ليه اخترت الباسيف زي ما انتم ملاحظين بالمعنى زي ما احنا شايفين مدرسة بيتم بنائها او تم بنائها، يبقى في الحالة دي مش هي الفاعل، يبقى لازم اختار الباسيف فورم. شوفوا كام قاعدة دخلناها في الـ indirect speech، اهو احنا بنشوف بنعمل check للـ tense، بنعمل check انه ده indirect speech او لا، وبعد كده كمان لقينا انه في الجملة محتاجة passive، محتاجة مبني للمجهول، مش محتاجة انها تكون جملة عادية active form او مبني للمعلوم، لاني ابتديت بالـ object او اللي هيقع عليه الفعل. طيب يبقى عرفنا كده لازم هدور على الـ passive form، ولازم كمان هدور على الماضي من ال present perfect او الماضي من المضارع التام. ايه ماضي المضارع التام؟ اكيد طبعا الماضي التام، وكمان في ال passive form كمان في المبني للمجهول، يبقى دي كده الاجابة السليمة. يبقى I knew that a new school had been built in our village recently، يعني في مدرسة جديدة تم بنائها وانا عرفت المعلومة دي خلاص، يبقى اكيد طالما عرفت وفعل القول نفسه في الماضي، اكيد اللي حصل قبل فعل القول ده لازم يكون في الزمن اقدم منه، فبالتالي هختار had been built او التصريف اللي هي الباست بيرفكت او الماضي التام. تمام، وفي الباسيف فورم زي ما انتم شايفين بين منورة في النص ازاي علشان ده باسيف. علي told me that he space his homework at that moment. Ali told me, يعني علي قال لي that he space his homework at that moment. طيب at that moment مش this، okay that moment يعني في التوقيت ده لما كنت بكلمه كان هو بيقول لي انه بيعمل كذا. okay احنا عارفين ان كلمة at this moment هي من الكلمات الدالة على الـ present continuous المضارع المستمر، فاكيد الفيرب الاصلي اللي كان موجود هنا قبل ما يتحول للـ indirect كان present continuous، كان مضارع مستمر. يبقى انا لما هاجي اتكلم على الجملة دي وابتدي عرفت خلاص ان الفعل الاصلي كان مضارع مستمر اللي هو I am doing my homework. I am doing my homework at this moment. أنا بعمل الواجب دلوقتي. أوكي؟ علي told me بقى كده أنا هغير الـ indirect أو الغير المباشر، يبقى على طول والفعل هو في الماضي بتاع فعل القول، يبقى وغيرنا الضمائر وكل حاجة، وكمان الـ expression of time اللي هو الـ expression بتاع الوقت غيرناه، بدل this بقت that at that moment. يبقى في الحالة دي هنعمل ايه؟ لازم نغير الفعل. كان في الـ present continuous يبقى على طول نغيره للـ past continuous اللي هو الماضي بتاعه او الماضي اللي هو الخاص بيه طالع من نفس الـ tense. continuous يبقى continuous بس بدل الـ present يبقى past. perfect يبقى perfect بس بدل الـ present يبقى past، وهكذا. طبعا الـ present simple هيبقى past simple. يبقى الاختيار السليم هنا was doing. علي told me that he was doing his homework at that moment. ان في التوقيت ده اللي انا كلمته فيه كان هو بيعمل الهومورك بتاعه، فبالتالي هنستخدم was doing. طيب حلو قوي كده. في جملة تانية بتقول ملاحظين حاجة بقى في الجملة دي يا شباب، زي ما احنا شايفين الـ quotation marks موجودين، علامات التنصيص موجودة في الجملة، يبقى على طول كده بقى انا يجي في بالي الجملة دي direct ولا indirect؟ يا ترى دي مباشر ولا غير مباشر؟ اكيد دي مباشر، وطالما مباشر هل انا مطالب مني ان انا اغير زمن الفعل؟ اكيد لا، مش مطالب مننا ان احنا نغير زمن الفعل. عرفت منين؟ لانه مباشر اهو. طب وعرفنا منين انه مباشر؟ عندي quotation marks موجودة اللي هي علامات التنصيص موجودة اهو، وحطيت طبعا فعل القول في الاخر ساد عادل كنوع من ان انا بقول يعني مين اللي ذكر الكلام ده، ولكن الكلام في الصيغة المباشرة. عادل هو بيقول على نفسه I can't، زي ما احنا شايفين فيش اي حاجة متغيرة، هو بيكلم على نفسه بيقول انا، وcan't في present I can't wait for you because I space for London، مش هينفع استناك لان انا رايح لندن خلاص دلوقتي اهو. يعني اذا انا بتكلم على انه الفعل ده انا بقوم بيه دلوقتي، يبقى هختار طبعا مستمر وفي نفس الوقت هختاره present لانه انا مش مطالب ان انا اغير التنس ده مباشر.
كلام مباشر. يبقى I can't wait for you because I am leaving for London. I'm leaving for London, said عادل. يعني أنا مغادر للندن دلوقتي. أوكي؟ هل ينفع أقول leave the present أهو أو I have left؟ لا، في الموقف ده ما ينفعش، لأن الشخص بيقول له أنا مش هقدر أستناك، أنا مسافر دلوقتي أو أنا رايح دلوقتي. يبقى طبعا محتاجين الـ present continuous. جملة تانية بتقول عادل space he was ready for the final exam. عادل space he was ready for the final exam. هنا بقى بيختبرنا في فعل القول. ازاي بقى ان انا اقدر احدد فعل القول بتاعي المفروض يكون ايه؟ طيب لو انا همشي عليهم كده واحدة واحدة، هو بيقول لنا حاجة he was ready for the final exam، يعني ان هو جاهز. دي statement وجملة عادية خالص، لا هي سؤال ولا هي اقتراح ولا اي حاجة، هي جملة عادية. يبقى بالتالي كلمة wondered يتساءل دي ما تنفعش. كلمة recommended يعني ان هو يقترح شيء معين برضو ما تنفعش. يبقى انا لازم ابقى عارفة معاني افعال القول اللي ممكن تجيلي، لان في عندي زي ما شفنا قبل كده كلمة declared، ممكن announced يعني اعلن، ممكن advised يعني يدي نصيحة، ممكن زي ما احنا شايفين في الجملة بتاعتنا كلمة wondered يعني يتساءل، ممكن عندي كمان inquired يعني برضو يتساءل، ممكن recommended يعني اقترح شيء معين، suggested برضو اقترح شيء معين. يبقى دي كده افعال قول لازم ابقى عارفة معناها كويس، علشان ممكن يجي سؤال زي كده بيسألني في معنى الاختلاف في معنى افعال القول، وطبعا هربطها بالجملة اللي عندي هشوفها هي سؤال يبقى اختار يتساءل. طب جملة عادية statement عادية ما فيهاش اي نصايح او اي حاجة، يبقى هختار الحاجة اللي تتناسب مع الجملة العادية. طب فيها نصيحة يبقى اختار النصيحة. اعلان عن شيء يبقى اختار الاعلان، او كلمة announce او declare. يبقى كل دي حاجات لازم اعرفها وانا بدرس او بذاكر براجع على ال indirect speech. طب في هنا عندي فضل، خلاص شلنا خلاص بقى كلمة wondered وشلنا كلمة recommended، يبقى عندي فاضل كلمة told يعني اخبر وكلمة said. الفرق ما بينهم، احنا عارفين الاثنين بيدوا نفس المعنى، ولكن في فرق في structure في التركيب بتاع الجملة. كلمة told لازم يجي بعدها object، او لازم يجي بعدها الشخص اللي انا قلت له. يعني مش هينفع اقول عادل told، لا عادل told me، هو قال لي انا. يبقى ما ينفعش كلمة told تيجي من غير ما اقول مين الشخص اللي بيجي بعد او اللي تقله الكلام. يبقى لازم بعد كلمة told يجي الشخص اللي تقله الكلام، وبعد كده ابتدي بقى الجملة بتاعتي عادي جدا، ممكن اجيب that برضو عادي، لكن اهم حاجة ان told يجي بعدها الشخص اللي تقله الكلام. يعني هنا المفروض كلمة me ناقصة لو انا هستخدم told، يبقى ما ينفعش يستخدم told في الحالة دي. الفعل المفروض استخدمه هي said، هو قال وخلاص، لكن مش ضروري اخبرني. اخبرني دي اللي هي told me، دي كده محتاجة object بعدها على طول، وطالما مش موجودة في الجملة دي يبقى مش هنختار told. يبقى هنقول sentence تاني، هنشوف بقى الاجابة بتاعتها دلوقتي على السكرين. هنقول عادل said he was ready for the final exam. عادل said يعني عادل قال لنا he was ready for the final exam، ان هو جاهز للفاينل اكزام. تاني عادل said يعني عادل قال لنا ان هو جاهز للفاينل اكزام. لا في بقى لا wondering هنا، لا تساؤل ولا recommendation، ولا حتى ان هو في object مثلا في اجيب told. عرفنا كده الفرق؟ طب هنشوف جملة تانية دلوقتي اكيد هتبان لنا على السكرين او على الشاشة. My friend told me that لو ينفع نجيب الجملة على الشاشة بعد اذنكم. My friend told me that he وبعدين space the visa to the USA until he had paid for it. يعني زميلي قال لي اهو told me زي ما انتم شايفين، اهو told جت بعدها على طول me او told اي شخص اخر، المهم ان لازم يجي بعدها object. My friend صديقي قال لي، فعل القول في الماضي اهو، يبقى انا اتوقع ان في تغييرات. That he space the visa to the USA، ان هو ما اخدش الفيزا لليوسا until he had paid for it، الا لما دفع ليها او دفع تمنها يعني. طيب احنا شايفين هنا انه عندنا الجملة فيها until، ده رابط،
فناخد بالنا برضو ان ممكن الجملة تيجي خاصة بالروابط. بلس كمان عندي had paid. had paid يبقى انا كده محتاجة اعرف تسلسل الاحداث. had paid ده اللي هو الفعل الاقدم، عرفت منين؟ ده بيستخدمني past perfect. طالما استخدم past perfect او ماضي تام يبقى ده الاكشن الاقدم، حتى من غير ما افهم جملة until، ده الاكشن اللي حصل الاول، دفع الاول وبعد كده اخد الفيزا. ولكن طالما الدفع ده تم في الباست بيرفكت يبقى لازم اخد الفيزا برضه يبقى في الماضي، ما ينفعش ان انا استخدم ماضي مع present زي doesn't take، يبقى ما تنفعش ابدا doesn't take، لانه ده present ده مضارع، ولكن انا لازم ادور على حاجة تكون في الماضي وتكون متناسبة مع المعنى بتاع الجملة، وفي نفس الوقت مش بس عشان خاطر until وتركيبة الجملة زي ما احنا شايفين وتسلسل الأحداث، لا كمان علشان ال indirect speech إنها جملة غير مباشر. يبقى doesn't take، يبقى احنا عندنا هنا كذا كلو أهو، الرابط نفسه، الجملة التانية اللي موجودة في الرابط، كمان إن أنا عندي indirect speech والفعل في الماضي، يبقى هختار أكيد فعل ماضي زي didn't take. واتفقنا إنه hadn't take بقى ما تنفعش، طبعا hadn't ما تنفعش لأنه هو دفع الأول، ده تسلسل الأحداث، يبقى الدفع ده يتم في الماضي التام وبعد كده أخذ الفيزا، يبقى اللي بعد كده ده يبقى في الماضي البسيط، يبقى didn't take. طيب بعد كده عندي كلمة عادل said that he، عادل said that he، قال أهو said يبقى في الماضي، يبقى نتوقع إنه ممكن يكون في تغيير. طيب هنشوف كده الآخر، عادل said that he space to the hospital، إنه كان مضطر يروح للمستشفى to visit his close friend yesterday، علشان يزور صديقه المقرب yesterday، أو ممكن طبعا نقول هذا day before لو إحنا حابين نغير ال expression بتاع ال time. إحنا عارفين طبعا إنه تغيير ال expression بتاع ال time هو مجموعة كلمات خاصة بالوقت، عارفين إنه في الكلام الغير مباشر بيكون تغييرها ناتج لشكل معين لازم نحفظه، فالحاجات دي هتبقى بالحفظ، يعني حتة ال expression of time أو الوقت دي لازم نعرف هتتغير لإيه وشكلها يبقى إزاي لما تكون في ال indirect speech أو في الكلام الغير مباشر. طيب تعالوا بقى نشوف الجملة دي، عادل said that he spaced to the hospital، يا ترى must have gone، يا ترى ده بيفكرنا باكسبريشن معين، هو طبعا مش موجود علينا بقى لما حصل حذف في المنهج، وهو ان انا بعمل تأكيد على انه انا بعمل deduction او استنتاج انه اكيد هو راح، لا طبعا ده ما تنفعش، الاكسبريشن ده ما ينفعش هنا خالص. might go، might go احتمال يروح برضو مش لايقة مع المعنى، هو عايز يقول انه كان مضطر انه يروح. اوكي had to go، had to go يعني كان لزاما عليه انه يروح او مضطر انه يروح، و must go ولازم يروح دي في المضارع، طبعا انا كده قلت لكم خلاص بقى الاجابة اللي هي had to go. عادل قال لنا انه كان لازم يروح للمستشفى علشان يزور بعض من أصحابه المقربين، يبقى علي عادل said that he had to go to the hospital to visit his close friend yesterday. تمام. Samir informed me that he spaced about the result of the interview yet. طب أنا هنا عندي قبل ما أكمل الجملة، إحنا خلاص عارفين Samir informed me that، يبقى ده برضو indirect speech كلام غير مباشر، ولكن في عندي كلمة yet. yet دي مش بتفكرنا بزمن معين؟ اكيد بتفكرنا برضو بزمن معين، لازم ناخد بالنا من الحاجات دي علشان لما هنعرف الزمن بتاع الجملة كان ايه هنقدر نجيب التغيير بتاعه اللي في ال indirect speech او الكلام الغير المباشر هيبقى ازاي. يعني انا كلمة yet من كلمات طبعا دل على ال present perfect الماضي المضارع التام، وبالتالي لما هاجي اغير في الجملة لازم تكون في الماضي التام. طب تعالي كده نشوف Samir informed me that he about the results didn't tell، هو ما قالش عن الريزلت ولا ما تقلوش عن الريزلت؟ المفروض ما تقلوش عن الريزلت، ما تقلوش نتيجة الانترفيو،
يبقى برضو ده هل بيفكركم بستراكتشر معين؟ انا ما تقليش، يبقى حد تاني هو اللي قال لي، يبقى لازم ده يكون passive form او مبني للمجهول. يبقى شايفين في كذا حاجة اهو لازم افكر فيها وانا بجاوب، لازم افهم كويس قوي ان ده indirect speech او غير مباشر من الفورم او التركيبة بتاعت الجملة اللي اتفقنا عليها. بلس كمان ادور جوه كده، يعني انا قابلني روابط زي until، قابلني مثلا حاجة زي المبني للمجهول اهو زي ما احنا شايفين، فلازم اخد بالي ان ممكن سؤال المبني للمجهول جوه السؤال نفسه يبقى شامل مجموعة حاجات او دروس تانية. ولكن الامور بسيطة جدا still، برضو انا عندي القاعدة الاساسية اللي ببص عليها الفعل ده هغيره لاي زمن، فلازم ابص كويس فعل غيره لأي زمن. بلس كمان مش كده وبس، أنا الجملة هو فيها بين وفيها كلمات بدون بين، يبقى ده برضو يلفت نظري ليه إنه في باسيف في الموضوع. ممكن يكون في باسيف أو أنا مش محتاجة الباسيف، ممكن يكون أكتيف. هو بقى عايز يختبرنا في كده، هل أنت أو أنت فاهم الجملة عارف إن دي باسيف أو مبني للمجهول؟ ده بقى اللي لازم ناخد بالنا منه. فهنا عندي الاختيارات didn't tell. didn't tell يعني ما قالش، طبعا مش هو اللي قال، ده هو اللي عايز يعرف النتيجة. يبقى لازم نقول لم يتم إخباري، يبقى حاجة مثلا زي haven't been told. okay great haven't been told، ولكن haven't been told دي present perfect، يبقى أنا كده ما غيرتش الفعل. haven't been told يعني لم يتم إخباري، ودي طبعا مبني للمجهول لأن شايفين كلمة بين موجودة في النص. احنا رجعنا في المبني للمجهول في حلقات سابقة، لو برضو حابين تشوفوها سواء حلقات مراجعة أو كمان حلقات للشرح كامل، طيب هتكون أكيد موجودة على اليوتيوب. كمان عندي hadn't told. hadn't told دي مش مبني للمجهول لأنه مش هو اللي بيقول، احنا عايزين إنه لم يتم إخباره، يبقى hadn't been told of the interview. The result of the interview. ما تقلوش نتيجة الانترفيو، دي كده الإجابة السليمة. يبقى سمير informed me، بلغني. inform يعني يبلغ شخص معين. that he hadn't been told about the result of the interview yet. إن ما حدش عرفه نتيجة الانترفيو لسه. كده يعني خلصت شويه مراجعه لمجموعه اسئله في الاندايركت سبيتش، ولكن طبعا احنا في الايام الجايه حابه برضو افكركم ان عندنا ان شاء الله بكره حلقه برضو من 9 الصبح للساعه 12 الظهر، هتبقى 3 ساعات. 3 ساعات دول انا عارفه ان الناس كتيره جدا احتاجت او علقت، الناس اللي بتتابع اليوتيوب علقوا انهم عايزين حاجات اكتر بخصوص السكيلز، يعني مع شرح اليونتس هنتكلم على السكيلز وازاي نتعامل بقى مع الباراجراف، مع الريدنج، مع الديالوج، ممكن جمل الترجمه، كل ده ان شاء الله ان شاء الله هيكون موجود معانا في حلقه بكره. وبلس كمان هنجيب لكم نماذج من الامتحانات اللي منزلاها الوزاره، الورك بوك، حاجات زي كده. فهنعمل شغل مكثف قوي، لانه خلاص احنا النهارده ان شاء الله هنخلص كل اليونت زي ما اتفقنا. ممتده معاكم الحلقه النهارده لغايه 12، وبكره ان شاء الله من 9 ل 12 هتكونوا بقى في اجازه، خلصت التست بتاع العربي وبتراجعوا للانجليش، فما فيش اي حاجه. ان شاء الله نقعد بكره نتابع الحلقه من 9 ل 12. طيب تعالوا بقى نشوف كده الجرامر بتاع يونت 11 تاني indirect speech، ولكن المرة دي هناخد بقى حاجات خاصة بالquestions وحاجات خاصة بالimperative form أو الأفعال الأمر والكلام ده كله. هنشوف أول question وهرجع لكم طبعا structure بتاع الquestion المفروض يكون إزاي وإحنا بنتكلم كده. حمزة asked why space late for the meeting. why space late for the meeting. أنا موجود عندي هنا واحد بيسأل، حمزة asked، وطالما شايفة أنا كده حمزة asked يبقى أكيد ده كلام غير مباشر، حمزة سأل والفعل في الماضي، يبقى لازم هنغير الفعل برضو اللي موجود في الجملة الأصلية يبقى في الماضي. لكن في حاجة عندي غريبة هنا، مفيش that بقى، في عندي why. why دي أداة سؤال، يبقى أكيد الجملة دي كانت سؤال. طب ازاي بقى جملة وكانت سؤال؟ هو الاندايركت سبيتش كده يا شباب، الاندايركت سبيتش، ودي اهم بوينت في الجزء الخاص بالاندايركت سبيتش، لما يكون عن سؤال.
طالما في سؤال في الاندايركت سبيتش يبقى انا هحوله لجمله عاديه، الستراكشر بتاعه هيختلف وهيبقى جمله عاديه، وهنشوف ازاي دلوقتي. وزي ما انتم شايفين بتنتهي فول ستوب، الجمله بدايتها حمزه، يعني مش بدايتها السؤال، يبقى تتحول لجمله عاديه. طب هنشوف الفرق ما بين السؤال وما بين الجمله العاديه دلوقتي. حمزه asked why space late for the meeting. why، تعالوا بقى نشوف الاختيارات. I had been، I have been، have I been، had I been. طبعا الطلبة الشاطرين في تكوين الأسئلة هيجروا بسرعة يقولوا had I been أو have I been، ده تكوين سؤال سليم، ولكن اتفقنا طالما ان هو غير مباشر يبقى هنحولها لجملة عادية خالص. يبقى بعد why مش هنجيب الفعل المساعد، بعد why هنجيب جملة عادية subject و verb completion، فاعل وبعدين فعل وبعدين تكملة الجملة، عادي جدا. يبقى في الـ indirect speech دي أهم من واحدة من أهم التريكس اللي ممكن تكون موجودة في السؤال. عندي كلام غير مباشر في السؤال، يبقى المفروض إن أنا أحاول بكل الطرق أعرف إن أنا إزاي أغير من تكوين سؤال لجملة عادية. تكوين سؤال الكويستشن مارك بتبقى موجودة أداة السؤال زي why مثلا، بعد كده الفعل المساعد اللي موجود زي let's say هنا مثلا have، ده كانت الجملة الأصلية، have you، بعد كده السبجكت، وبعدين have you been late، have you been late، ده كده تكوين السؤال. تعالوا اكتبها لكم برضه عشان تعرفوا السؤال المباشر كان ايه. هو سأله بطريقة مباشرة وقال له why have you been late for the meeting، for the meeting، ده كده سؤال عادي جدا جدا. Why have you been late for the meeting؟ أول ما أعرف إن ده indirect speech أو كلام غير مباشر يبقى أكيد مش هبدأ جملتي بواي، هبدأ بجملتي بالstructure الطبيعي جدا بتاع الغير مباشر. زي هنا for example حمزة asked، أو any person أي شخص asked، يبقى أنا كده هيكون عندي كلمة asked ماشي موجودة هنا مثلا. اوكي بعد كده بقول why، ولكن هجيب السبجكت يبقى مباشرة بعد كلمة why او بعد اداة السؤال. مش هينفع ان انا اجيب الفعل المساعد زي have بعد اداة السؤال. يبقى احنا هنجيب السبجكت على طول مباشرة بعد اداة السؤال، وهنحوله حسب البرناون. طبعا احنا عارفين اللي هو الضمير، طالما ضمير السبجكت مكتوب ضمير يبقى لازم احوله. هو سألني انا why I، يبقى قال لي انا انت ليه اتأخرتي، انت دي هتبقي انا لما اجي اتكلم، فاقول why I have been asked، why I had، بقى لان انا هحول لي الطريقة اللي هي عرفنا بقى الverb لازم يتحول للماضي، why I had been late. لو شفنا جملة had been late هنلاقيها انها جملة عادية خالص، I had been late، انا اتأخرت. طالما بقى في ال indirect speech لازم نحط في بالنا انه ده هيكون structure. تمام، يبقى زي ما هنشوفها تاني كده على السكرين قدامنا على الشاشة بتاعت اللابتوب او السؤال. بنقول حمزة asked why I had been late، I had been late، دي كده المفروض تكون الإجابة السليمة. فهمنا جت إزاي؟ أنا عرفت أصل السؤال، بعد ما عرفت أصل السؤال كان إيه أبتدي أغير structure السؤال، يبقى جملة بإن أنا أجيب السبجكت الأول أو الفاعل الأول اللي هي كلمة I هنا، وكمان غيرت الضمير علشان يتناسب مع الغير مباشر، وبعد كده بجيب تكملة الفعل اللي هو الفعل المساعد هنا، ولكن احط في بالي ان انا اغيره للزمن الاقدم. تمام، طيب please let me know where space can we meet، ولا where we are going to meet، ولا where we would meet، ولا where we will we meet. زي ما احنا شايفين برضو ده هنا في عندي سؤال please let me know، let me know يعني خليني اعرف، دي برضو طريقة من ان انا احول الحاجة الغير مباشر. زي ان اقول could you tell me where، could you tell me where، هو هنا في سؤال اللي هو بيبدأ بكود، ولكن لازم اغير جملة where اخليها جملة مش سؤال. تمام، يبقى احنا لو مثلا قلت لك could you tell me where
I can find a pharmacy. Okay, could you tell me where I can find a pharmacy? دي كده indirect speech. لازم أحط في بالي where I can find. مش where can I find. لأ. طالما جه قبلها could you tell me. نفس القصة هنا. Please let me know. Please let me know. Let me know يعني خليني أعرف كده indirect speech. Where أنا ما بدأتش الجملة ب where يبقى لازم جملة where تبقى جملة عادية مش تكوين سؤال. طيب جملة عادية مش تكوين سؤال يبقى السبجكت هيبقى موجود الأول وبعد كده الأفعال. أوكي يبقى هنقول can we meet أكيد دي كده ملغية من اختياراتنا. طب في عندي أهو جملتين تانيين بادئين بالسبجكت. We are going to meet. We would meet. دول ممكن ينفعوا أقول لكم طبعا هنختار مين فيهم بس ينفعوا بس في فكرة إن ده structure أو تكوين جملة. وبعد كده will we meet ما تنفعش لان ده طبعا تكوين سؤال واحنا مش عايزين سؤال هنا لان ده غير مباشر. فبالتالي اللي هيتم اختياره هنا لما هقول we are going to meet ولا where we would meet احنا ممكن نتقابل فين. Let me know where we are going to meet. خليني اعرف احنا ممكن نتقابل فين. اوكي يبقى دي كده الاجابة السليمة. احنا ممكن نتقابل فين. خليني اعرف احنا طبعا هنا ما بنحولش لان انا محتاج اعرف المعلومة عن شيء في المستقبل. Let me know بقى خليني اعرف. اوكي ولكن طبعا حولنا الستركتر ولكن مش الفعل نفسه. طيب سمير space me why I had chosen that t-shirt. سمير space me why I had chosen that t-shirt. يعني سمير قال لي بقى ولا ايه بالظبط هنشوف بقى. Why I had chosen that t-shirt. طالما في why يبقى ده question. طالما question يبقى دور على فعل مقاول مناسب للquestion. يعني عندي كلمة said عندي كلمة inquired عندي asked وعندي ordered. مين فيهم اللي تنفع للسؤال؟ طبعا inquired و asked. طب مين فيهم بقى اللي هتنفع مع me؟ احنا قلنا ان في افعال يجي بعدها المفعول به او الشخص اللي بقوله وافعال تانية ما ينفعش. اكيد طبعا سمير asked me لكن ما ينفعش اقول inquired me. inquired ما يجيش بعدها الobject. هنقول على طول سمير inquired why I had chosen that t-shirt. لكن سأل يبقى سمير asked me why I had chosen that t-shirt. طب تعالوا ناخد جملة تانية. Could you tell me why space to the hospital yesterday. Could you tell me. اهو جات لنا بقى جملة could you tell me. وزي ما احنا شايفين could you tell me هي بدأت بسؤال. حطينا الquestion mark عشان could مش علشان why. فجملة why تتحول لجملة عادية مش تكوين سؤال. يبقى ناخد بالنا why اللي هو المفروض كان تبقى سؤال في الكلام المباشر هنحولها هنا لجملة عادية خالص مش هتبقى كلام مباشر. فبالتالي مش هتبقى سؤال هتبقى جملة عادية. يبقى could you tell me why space to the hospital yesterday. يا ترى هتكون why did you go ده كده سؤال. اوكي يبقى ما تنفعنيش. طب why had you gone برضو ده سؤال فما ينفعنيش. احنا عايزين حاجة بتبتدي بفاعل عشان تبقى جملة عادية لان ده كلام غير مباشر او سؤال غير مباشر. طيب why you went أو why you had gone to the hospital yesterday. طبعا هنا هنقول could you tell me why you went to the hospital yesterday. هنا يعني احنا بنرجح انه طالما كلمة yesterday كلمة yesterday اللي هي expression of time ما تغيرش يبقى ممكن جدا ان انا ما غيرش الزمن بتاع الجملة لكن هغير structure. يعني expression of time لو ما تغيرش ممكن جدا اختار اللي هو الزمن بتاع الجملة. يعني did you go طبعا احنا عارفين ان ده زمن ماضي بسيط وبالتالي انا هخلي الجملة في الماضي البسيط. ليه؟ علشان كلمة yesterday موجودة وما تمش فيها اي تغيير. فبالتالي طالما فعل القول متغيرش يبقى احنا برضو مش هنغير الزمن بتاع الفعل الاصلي ولكن هنحافظ على ان التركيبة الجملة كلها تبقى غير مباشر وبالتالي اخترنا you went. طب رامي wondered يعني رامي تساءل. When the general manager spaced to attend the next conference. امتى
هيسافر علشان يحضر النكست كونفرنس اللي هو القادم، المؤتمر القادم، تمام؟ فعل لسه هيحصل في المستقبل. رامي wondered، يعني رامي تساءل، زي ما احنا عارفين كلمة wondered يعني تساءل. when، ادي سؤاله، ولكن جبت the general manager، ما جبتش الفعل مباشرة بعده. يبقى when the general manager space to attend the next conference. will travel ولا would travel ولا has traveled ولا was traveling. اكيد طبعا طبعا عندي الكلمات اللي هي has traveled was traveling ما ينفعوش، انا بكلم على next conference. وطبعا انا عندي كلمة would travel، هو ممكن يسافر امتى، انا هنا غيرت الفعل الموجود ل would travel، هو محتمل ان هو يسافر امتى ل next conference. اوكي علي wanted to know، طبعا will بتحول ل would في ال indirect speech، ده كده الزمن الأقدم اللي هي will تبقى would، زي ما حولنا am going to ل was going to، ولكن still هي بتشير للمستقبل. فأنا بقول would travel في الجملة دي هي still لسه بتشاور أو بتشير لحاجة في المستقبل، فبنقول will تتحول ل would في ال indirect speech، زي ما عملنا في I'm going to with the infinitive، حولنا am دي بقت was، فده برضو still احنا بنشير لحاجات في المستقبل ولكن indirect speech. طب تعالوا ناخد sentence تانية بتقول علي wanted to know، يعني علي كان عاوز يعرف space I was ready for the interview or not، يا ترى انا كنت جاهز للانترفيو ولا لا. طب structure ده، انا لما اسألك انت جاهز للانترفيو، هل انت جاهز للانترفيو، يعني حاجة زي كده، دي على طول انا بعرف انه سؤال yes و no، صح؟ سؤال هو كانت اصلها سؤال، ولكن ده سؤال yes و no، اللي هو السؤال اللي اجابته yes و no. وطبعا تبقى اداة الاستفهام هنا هي افعال مساعدة، او ممكن model verbs او كده. طيب فهنا انا لما باجي اتكلم على سؤال غير مباشر ولكن هو سؤال yes و no question، يبقى في الحالة دي انا بستخدم رابطين مهمين جدا عشان يربطوا لي الجملة. مش هينفع اجيب that زي الجمل العادية، مش هينفع اجيب اداة السؤال زي ما عملنا في جمل الاسئلة، لا yes و no بجيب if او whether. if او whether، وناخد بالنا من السبيلنج بتاع كلمة whether، انها مش whether بتاعت الطقس، انما هي whether اللي هي w-h-e-t-h-e-r. هنشوف الجملة تاني بسرعة. علي wanted to know space I was ready for the interview. if I was ready for the interview or not. لو كانت whether كنا هنضطر طبعا نحن نقول whether or not I was ready for the interview. زي ما انت شايفين جبنا if وبعد كده I، جملة عادية جدا I was ready for the interview or not. او ممكن نقولها علي wanted to know whether or not I was ready for the interview. كده يعني وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. للأسف برضو كان لسه في sentences تانية كتير، ولكن احنا معاكم يعني مستمرين في مراجعتنا ان شاء الله حتى يعني ليلة الامتحان، وهتبقى في ساعات كتيرة كلها مخصصة للإنجليش. اتمنى تكون حلقة النهاردة او indirect speech واضح شوية ليكو. Thank you very much for watching and انتظروا ان انا هكون معاكم في مدرسة على الهواء بعد قليل جدا، يعني الحلقة الجاية دي مدرسة على الهواء، فهكون معاكم عشان نراجع اليونتس التانية. Thank you very much and goodbye. Hi dear students and welcome in another episode of our program School in Air. اهلا بكم اعزائي الطلبة في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهواء. This episode is made specially for the students of the third year secondary. زي ما احنا عارفين الحلقة دي موجهة لطلبة الصف الثالث الثانوي. النهاردة ان شاء الله احنا بنستكمل مراجعتنا. كان في حلقة سابقة ناقشنا فيها units 10 و 11. دلوقتي احنا هنناقش الجرامر الخاص ب unit 12 و unit 13، وان شاء الله هنستمر معاكم لمدة ساعتين. الساعتين بتوع النهارده هنخلص فيهم كل يونت، يعني هخلص يونت 12 و13 وبعد كده ناخد فاصل وبعدين هنروح ليونت 14 وناخد بقى شويه ترجمات لو الوقت كان ساح.
وان شاء الله بفكركم انه انا عارفه كويس ان في ستودنت انا بتابع على اليوتيوب وعلى الفيسبوك في ستودنتس طلبت مراجعات خاصه بالسكيلز او بان احنا نراجع امور خاصه بال يعني كتابه الباراجراف الريدنج هنتعامل معاه ازاي كمان ازاي ممكن نتعامل مع الترجمات زي ممكن الدايلوج كل ده ان شاء الله هتلاقوه ابتداء من حلقه غدا بشكل مكثف بكره عندنا حلقه من الساعه 9 للساعه 12 احنا راجعنا كل اليونتس بقى بالتفاصيل دلوقتي هنركز على انه بنشوف شكل امتحان كامل او مجموعه اسئله من مختلفه من الامتحان فكل الطلبات دي ان شاء الله هنتم بيها كلها ابتداء من بكرة عندي الحلقة من 9 ل 12 الظهر 9 صباحا 12 الظهر فناخد بالنا كويس جدا علشان بقى هنبقى فاضيين والمفروض بنراجع الانجليش فنركز بقى ونشوف الحلقة 3 ساعات هقعد اديكم بقى فيها حاجات كتيرة جدا وممكن يكون فيها اجزاء خاصة بالستوري. طيب هنشوف بقى دلوقتي النهاردة الجزء اللي هنراجعه هو الجرامر الخاص بـ Unit 12 وكمان الجرامر الخاص بـ Unit 13 ده كده في الجزء الأول وبعد كده هننتقل لـ Unit 14 كالعادة احنا عندنا MCQs أو مجموعة من أسئلة الاختياري هنحاول وإحنا بنشوف الأسئلة نفكر ونعرف هل ممكن تكون يعني إجابتها عاملة إزاي أو إزاي نعرف نوصل للإجابة السليمة يعني تكنيكس كده معينة إزاي نفكر في السؤال ونوصل للإجابة السليمة. تعالى كده نبدأ بأول sentence موجودة عندنا النهاردة بتقول the officer طبعا الأوفيسر ده المفروض القائد بتاعهم space the soldier to fire at the terrorist أمر السولجر اللي هو الجنود to fire at يعني يضرب أو يصوب الضرب تجاه التيرست اللي هو الإرهابي ناخد بالنا من كلمة terrorist كويس جدا لأن لازم نفرق ما بينها وبين tourism اوكي عندنا طبعا مشاكل كتيره خاصه بالارهاب ممكن قوي نتوقع ان يجي حاجه ليها علاقه بالارهاب مثلا يعني نحاول نشوف ترجمات خاصه بالارهاب رايتنج كتب عن الارهاب ومقاومته او طبعا ناس كتيره جدا عماله تتكلم على كورونا وممكن تيجي وممكن ما تجيش فما تحطوش في بالكم ان هي لازم شور جايه بس لازم كل ده نغطيه ممكن حاجات عن القراءه وممكن حاجات عن امور كتيره يعني موجوده في الحياه دور المراه حاجات كتيره جدا طيب the officer space the soldier to fire at the terrorists طلب من السولجرز ان هم يضربوا او يصوبوا الضرب تجاه التيرست الارهابي هنا طبعا واضح الموقف في جنود وفي القائد بتاعهم تحيه طبعا كبيره جدا لكل جنودنا وربنا يعني ينصرهم دائما وينصرنا جميعا ويحفظ مصر عندنا كلمه ordered عندنا كلمه begged عندنا said وinquired طبعا انا لما بطلب من السولجرز بتوعي اكيد اكيد القائد بيأمر الجنود لكن ما ينفعش اقول begged يعني begged يعني بفضل يتوسل ليهم اكيد ما تنفعش said برضو ما تنفعش قال لهم كده وخلاص لا لازم نديها شوية المعنى يعني لازم المعنى يكون موجود وبعدين said to the soldiers دي المفروض تكون التركيبة السليمة ولكن هي مش موجودة وinquired يعني سأل وده مش سؤال يبقى طبيعي جدا اختيار السليم هتكون كلمة ordered ordered يعني يأمر أو أمر طيب عندنا كمان جملة تانية بتقول my teacher recommended the lesson again my teacher recommended the lesson again طيب احنا عندنا عارفين ان في افعال معينة بيجي بعدها verb plus ing او بيجي بعدها to plus the infinitive وفي بعض افعال ممكن يجي بعدها الاثنين طيب تعالوا كده نشوف الفعل بتاع recommend احنا عارفين طبعا ان list الافعال دي لازم تتحفظ كويس جدا ان احنا بعرفين group الافعال دي بيجي بعدها to plus the infinitive او verb plus ing ونبقى فاهمين المعنى لان في بعض افعال بيجي بعدها الاثنين ولكن بيبقى في اختلاف في المعنى وفي verb زي recommend ده هقول لكم بس الاول اجابة الجملة وبعد كده هنعلق تعليق بسيط على كلمة recommend my teacher recommended space the lesson again recommended to revise ولا revising ولا revise
ولا that revise. يبقى my teacher المفروض نقول ايه؟ verb recommend جاي مباشرة بعده فعل تاني، يبقى على طول هنقول revising verb with ing. يبقى my teacher recommended revising. ليه؟ لأن عندي كلمة recommend جت مباشرة بعدها الفعل، تمام، وهي من الأفعال اللي بيجي بعدها الverb plus ing. طب لو أنا عندي الجملة بتتقال بطريقة تانية زي كده، I recommend هنشوف الجملة حالا دلوقتي. I recommend that you، وبعدين space this book. نشيل ذات من جملة علشان بس نخلي انه على طول مباشرة كلمة you جت بعد recommend. I recommend you this book. Okay, I recommend this book. Okay, جت الجملة بالشكل ده. احنا قلنا مثلا ان لما تيجي كلمة recommend وبعدها الفعل مباشرة يبقى verb plus ing. طيب في الحالة دي أنا recommend جه بعدها you، ما جاش بعدها الverb. أوكي؟ يبقى في الحالة دي هيحصل اختلاف بسيط. I recommend you to read this book أو you read this book. أوكي؟ So I recommend you read this book. أوكي؟ اللي حصل هنا ليه ما حطيتش ing؟ لأن كلمة recommend جه بعدها كلمة you. يبقى ناخد بالنا من البوينت دي كويس، ان recommend طالما ما جاتش جه بعدها الverb بشكل مباشر بعد كلمة recommend انا هختار الverb في ing. طيب لو جت بعدها كلمة you، I recommend you do this، I recommend you do that، تمام. طيب ممكن اجيبها بطريقة تانية فاقول I recommend this book for you. This book for you. وبعدين بعد كده هكتب space واحط الverb read. طيب يا ترى هحطه في أي form؟ I recommend this book for you to read. اوكي، يبقى ناخد بالنا من الثري ستراكشرز المختلفه دي الخاصه ب recommend. عندي recommend كي بعدها بشكل مباشر فعلي بحط الفعل في ing. I recommend reading this book. I recommend reading this book. طب I recommend you read this book. Verb في الانفينيتيف. طب I recommend this book for you to read. انا برجح الكتاب ده ليك علشان تقرأ، يبقى هنقول to read. يبقى ناخد بالنا من البوينت دي الخاصة ب recommend. تعال نشوف كده sentence تانية بتقول I suggest that علي، I suggest أنا بقترح إن علي space to the club with us. جملة تانية فيها شوية exception. طب suggest that علي وبعدين space to the club with us. علي هنا ده شخص طبعا ومفرد، واحنا عارفين انه علي ده يجي معاه الverb goes مثلا. اوكي، ولكن احنا مش شايفين هنا في الاختيارات كلمة goes، وكمان شايفين كلمة went مش هينفع نختارها. طيب امال احنا هنختار ايه؟ هنختار كلمة go. تخيلوا، طب ليه؟ انا عندي كلمة suggest دي من السبجنكتيفز. يعني ايه السبجنكتيفز؟ يعني افعال انا الاكشن اللي بيجي بعدها ما بيكونش حصل بجد. يعني انا كل القصة ان انا بس بقترح، I suggest بقترح ان علي يعمل كده، ولكن هل هو بالفعل لو انا هقول علي goes to the club معناه ان هو اكشن وانه فعلا علي بيروح. اوكي، لكن انا ده مجرد اقتراح. في حالة يعني جملة زي جملة suggest ناخد بالنا ان اللي بيجي بعد الفعل بتاع suggest اللي بيجي في الجملة اللي بعد كده بيبقى infinitive form. infinitive لانه ده عبارة عن موقف تخيلي، انا بقترح ان هو يروح لكن هو actually he didn't go،
صح؟ أو he won't go أو الله أعلم ممكن يروح أو ما يروحش. لكن لو أنا قلت علي goes يبقى في الحالة دي في action بيحصل، علي بيروح أو متعود إن هو يروح. لا، أنا عايزة أدي فكرة الاقتراح وفقط بدون ما أنا أحط إن الأكشن ده هيتم. فبالتالي مجموعة الأفعال دي اسمها subjunctives، والsubjunctives دول بيتعاملوا معاملة خاصة، إن أنا لما هيكونوا موجودين في الجملة هلاقي الفعل الموجود في الجملة اللي بعدهم على طول، حتى لو جه الفاعل زي علي زي آلاء زي أي كلمة المفروض يتحط الverb فيه اس، أنا بحط الانفينيتيف. أوكي، طب suggest في البريزنت، وكمان suggest في البريزنت كمان عندي فعل ماضي برضو هتبقى انفينيتيف. أوكي، فناخد بالنا من البوينت دي كويس جدا. ليه؟ لأنه ده مش أكشن حقيقي، أوكي، مش هيحصل بجد، أنا بس بقترح. فناخد بالنا من بوينت زي كده. كلمة جملة suggest ممكن جدا يجي برضو بعدها يعني الجملة بدون ما تكون جملة كاملة كده، يعني بدل ما أجيب subject و verb لا أجيب I suggest برضو reading this book because it's useful. تمام، ده لو أنا جاية بدون ما أكون جايبة جملة كاملة، يعني الفعل مباشرة جاي بعد كلمة suggest. My father said، my father said يعني والدي قال إيه بقى؟ و quotation mark هنا يا شباب، اكيد اكيد ده مش اسلوب مباشر، ده مش اسلوب غير مباشر، ده مباشر لاني عندي الكوتيشن ماركس موجودين زي ما قلنا في الحلقه السابقه. طيب my father said space make any noise، my father said space make any noise، كلام مباشر، وانا بابايا بيقول لي ما تعملش اي دوشه، يبقى على طول مباشر يبقى don't. اوكي، طب لو انا حولتها بقى بسرعه معاكم كده الغير مباشر، تعالوا كده نعمل تشيك تاني علشان الامبيراتيف فورم او فعل الامر في المباشر. لو انا my father said، اوكي، او my father told me، او هكتبها لكم برضو علشان تبقى يعني واضحه للجميع. my father told me، my father told me، الجمله الاصليه بتقول don't make any noise، هنا told me، don't مش هتنفع طبعا. في حالة الأمر في الغير مباشر أنا بعمل إيه؟ My father told me، طالما أمر غير مباشر ومنفي يبقى هقول not to، وفعل في الانفينيتيف not to make any noise. أوكي، يبقى my father told me not to make any noise. دي كده طريقة الغير مباشر في حالة الامبيراتيف فورم أو الأمر اللي زي don't. طبعا في الحالة دي انتوا زي ما شايفين مفيش اي quotation marks، وعندي فعل القول هو told، وعندي me بعدها، وبعدين هستخدم not to، ده طالما ان انا عندي الverb don't make هتتحول ل not to. يبقى don't make دي سوا كانت في الاصل don't make، كانت في الاصل don't make، وطبعا حولناها ل not to. طب لو كانت هي مش منفية، اوكي، يبقى my father told me to، هشيل not، يبقى my father told me، قال لي او اخبرني to keep quiet، ان انا افضل هادي. اوكي، my father told me to keep quiet، يعني طلب مني ان انا افضل هادي. ايه اللي حصل هنا؟ طالما فعل امر يبقى الجملة الأصلية كانت keep quiet please، keep quiet please يعني أرجوكم التزموا الهدوء. فعملنا إيه؟ keep quiet دي غيرناها my father told me to keep quiet or asked me to keep quiet. طبعا هتبقى حلوة كلمة asked me أو ordered me أو كده. أوكي، طيب تعالوا بقى نشوف example تاني. بنقول Mother asked me يعني مامتي space my room، ان انا اعمل ايه؟ اكيد بقى اوضب اوضتي زي ما انتم شايفين. Whether to tidy، طب يعني ازاي هنا؟ يعني هل ده yes and no question؟ انتم شايفين كده؟ اكيد لا، احنا اتفقنا انه مع yes and no question بنستخدم whether او بنستخدم if. هنا جايب لنا whether to tidy، اكيد ما تنفعش. طيب my mother او mother asked me tidy ولا ask me to tidy ولا don't tidy؟ أكيد أكيد هتبقى my mother asked me to tidy my room،
يبقى فيرب زي فيرب ask، يطلب من حد شيء معين. اوكي ordered، يبقى he asked me to do something، يبقى to plus the infinitive. اوكي to plus the verb in the infinitive. لكن مش هجيب الفيرب في الing زي ما احنا اتفقنا، كلمة زي كلمة ask or he ordered me to do this، يبقى to plus the infinitive. Don't park here. Don't park here. يبقى ده كده حد بيقول للناس ما تركنوش هنا. Park هنا بمعنى يركن. Don't park here. ما تركنش هنا. Okay. The policeman said. The policeman قال. هنا بيحولها برضو ال indirect speech ولكن بstructure تاني بجملة مش بإنه order. The policeman said. عرفت منين؟ طبعا من كلمة we اللي موجودة. The policeman said we space park there. مش المفروض نركن هناك. يا ترى هل هيحصل تغيير؟ ده هو ده مش رول وقاعده وموجوده وثابته طول الوقت. المكان ده غير مسموح الركن فيه، يبقى في الحاله دي انا مش هغير في التنس، ولكن هحاول بقى اختار الحاجه المناسبه. ايه المناسب؟ طالما بوليس مان يبقى ده قانون ودي حاجه لازم التزم بيها. ما ينفعش ان هي تكون نصيحه. البوليس مان مش هيجي ينصحني، هو هيجي يدلني على القوانين، ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي المفروض ما يتعملش. فكلمه shouldn't، you shouldn't park here، دي ما تنفعش في جمله زي دي، يعني مش مناسبه ابدا. امال ايه المفروض؟ لازم اجيب كلمه تكون بتبين او بتوضح أهمية الموقف، إن دي حاجة لازم أتبعها، أنا لازم أعملها، مجبر إن أنا أتبعها. يبقى the policeman told me you mustn't park here، مش المفروض تركنه هنا. أوكي you mustn't park here. أوكي يبقى الاختيار السليم طبعا هنا هي كلمة mustn't، وطبعا نيجاتيف لأن أنا بقول لهم ما تركنوش هنا، يعني أنا بنفي عن الفعل. أوكي يبقى the policeman told me or said we mustn't park here. Okay? طيب تعالي نشوف جملة تانية. آلاء advised me to stop smoking. آلاء advised me to advise someone to do something. يبقى احنا برضو ناخد بالنا من كلمة advise. He advised me to do. To plus the infinitive. To stop smoking. احنا عايزين بقى نتكلم على كلمة stop شوية. ولكن بس نخلص الجملة وهقول لكم احنا هنقف عند stop ليه. الاء نصحتني ان انا ابطل التدخين. To stop smoking واضحة قوي هنا المعنى ان انا ابطل التدخين. She said I، هي قالت I smoking. I should stop. I should have stopped. ولا I oughtn't to have stopped. ولا must stop. طبعا احنا هنا اللي بيفرق معانا المعنى بتاع الافعال دي. should دي بتدل على النصيحة طبعا، ولكن should ممكن استخدمها في الماضي زي should have stopped. لو انا قلت should have stopped يبقى انا بتكلم عن موقف في الماضي. اوكي مش موقف النصيحة ده، لا انا اقصد موقف في الماضي ان انت وقت الحاجة دي لما كانت بتحصل كان المفروض ان انت تكون بطلت التدخين، يعني حاجة ملهاش علاقة بالموقف ده، مش نصيحة زي بلوم شخص عن شيء او كده. اوكي oughtn't to have stopped برضو لا تصلح خالص، المعنى مش متناسب تماما. ought to بمعنى should برضو، ولكن هنا جاية في الباست وطبعا ده برضو مش متوافق، وmust هنا جاية فيها إلزام مش بتدي معنى النصيحة. الإلزام يعني انت لازم تبطل تدخين، لكن دي آلاء صاحبتي بتنصحني وبتقولي يبقى أنا المفروض أقول you should stop. You should stop smoking. طب تعالوا كده نراجع سوا كلمة stop ونجيبها بطريقتين. يعني أنا لما أقول I stopped هنشوف كده جملتين وهنحاول بقى نشوف الاختلاف في المعنى إيه. أنتوا شاطرين وهتقولوا لي I stopped to buy cigarettes. I stopped to buy cigarettes. Okay. أو ممكن I stopped يعني أنا وقفت. I stopped buying. Sorry.
cigarettes. Okay, we طبعاً بنكمل بقى بقية الكلمة. Okay, T-E-S. Okay, يبقى I stopped buying cigarettes or I stopped to buy cigarettes. بنعمل داش ونكمل الجملة. الكلمة عادي جداً في السطر التاني. يا ترى الاثنين جمل سليمة؟ الاثنين جمل سليمة، بس في فرق في المعنى؟ في فرق في المعنى كبير جدا. I stopped to buy cigarettes يعني أنا وقفت علشان أشتري سجاير. أوكي؟ I stopped buying cigarettes يعني أنا بطلت أشتري سجاير. يبقى أنا عندي stopped to do something. كلمة stop لما يجي بعدها to plus the infinitive، في الحالة دي أنا بقول إن أنا وقفت علشان أقوم بشيء معين، مش توقفت عن الشيء، لا ده أنا وقفت كده كنت ماشي، فوقفت علشان أقول أعمل حاجة معينة. زي I stopped to drink some water، I stopped to buy the newspaper. يبقى دي كده كلها بتبين ان انا وقفت علشان اشرب ميه، وقفت علشان اشتري نيوز بيبر. I stopped to take some rest. انا وقفت علشان اخد شويه راحه. يبقى دي كده حاجات معناها ان انا بتوقف عن الاكشن بتاع المشي علشان اعمل حاجه تانية. لكن لما اقول I stopped buying cigarettes يعني انا وقفت شراء السجاير، يبقى انا بطلت ان انا اعمل الاكشن ده. زي لما اقول I stopped smoking. Okay, I stopped smoking, I stopped to smoke. يا ترى ايه الفرق ما بينهم؟ برضو نفس القصة. Stopped smoking, stopped smoking يعني بطلت التدخين. Okay, يبقى دي كده stopped smoking. Stopped to smoke يعني انا وقفت علشان ادخن. Stopped to smoke خلاص كان واحد بقى للأسف، يعني طبعا هي very bad habit واتمنى ان كل الناس تقدر تتخلص منها. انه هو واقف متعود على التدخين فتوقف شوية علشان يعرف يدخن. دي كده المعنى التاني. يبقى to plus the infinitive يبقى علشان اقوم بالعمل ده، انما stopped plus verb with ing معناه ان انا ببطل. اوكي، يبطل التدخين او ان هو يتوقف عن التدخين. تمام، يبقى ناخد بالنا من كلمة stop انها من الافعال اللي تيجي بعدها الاثنين، to plus the infinitive و gerund form او verb plus ing. فلازم نقرا الجمل بتاعتها كويس قوي والمعنى يبقى واضح بالنسبة لي علشان اعرف احدد يجي بعدها verb to مع infinitive ولا اختار الverb اللي فيه ing في جملة زي جملة stop. ممكن يجيب لي اختيارين بالطريقة دي، ing و 2 plus the infinitive. هختار مين فيهم؟ معنى الجملة والموقف نفسه هو اللي لازم هيحدد لي. اوكي، فناخد بالنا من البوينت دي كويس قوي، الافعال اللي ممكن تاخد verb plus ing او 2 plus the infinitive، ولكن كل واحدة فيهم بمعنى مختلف عن الاخر. طب تعالى كده نشوف جملة تانية. My friend wanted me space for the same job as it's not rewarding. My friend wanted me أو طلبت مني space for the same job as it's not rewarding. طلبت مني إن أنا إيه لنفس الوظيفة لأنها غير مجزية، مش وظيفة مجزية. يبقى طلبت مني إن أنا أقدم علشان هي وظيفة غير مجزية ولا إن أنا ما أقدمش؟ أكيد إن أنا ما أقدمش. يبقى my friend wanted me to apply، أكيد لأ. Not to apply، أكيد أيوة. اوكي، اكيد ما ينفعش اقول don't apply لان احنا عارفين هنا my friend wanted me طلبت مني، يبقى ده indirect speech كلام غير مباشر، وطالما هو غير مباشر عندي فعل want اهو وفي الماضي يبقى وما فيش quotation marks، يبقى انا لازم احول الصيغة دي للغير مباشر. زي ما انتم شايفين don't apply ده الغير مباشر بالimperative form او بالامر، don't هتبقى not to مع الانفينيتيف، ولو هي الفعل بدون امر يعني بدون نفي الامبيريتيف فورم او فعل الامر بدون نفي يبقى احنا هنختار to مع الانفينيتيف. طب لو نفي not to مع الانفينيتيف، طبعا دي في الحاله دي هو مش عايزها تقدم لي نفس الوظيفه لانها غير مجزيه، يبقى هنقول not to apply for the same job as it's not rewarding. طيب my manager advised me space as soon as possible.
My manager advised me space as soon as possible. يعني المدير بتاعي نصحني as soon as possible. نصحني بإيه؟ احنا لسه واخدين advice. Advise someone to do something. يبقى advise ويجي بعدها to plus the infinitive. هل هينفع أقول to retraining؟ To retraining غلط مش مظبوط. Retrain بس من غير حاجة لا برضو غلط. Retraining بالفعل بالING لا. To retrain أكيد هي دي الإجابة السليمة. فاكرين كلمة retrain إحنا كانت موجودة عندنا في اليونت. كلمة retrain يعني يعيد تدريب نفسه، يعني يبتدي بقى إيه يدرب نفسه تاني على حاجات ممكن يكون هو فاتته، أو ممكن يعيد تدريب نفسه في وظائف جديدة أو يعني مهمات جديدة، كارير مختلف، وبالتالي إحنا بنسميها retrain. Retrain يعني يعيد تدريب نفسه. فزي ما عرفنا كلمة advise someone to do something يبقى to plus the infinitive. Okay. تعالوا نشوف جملة تانية بتقول The policeman space the people not to drive so fast. The policeman space the people not to drive so fast. يا ترى البوليسمان هيقول ايه؟ Made the people هيجبرهم انهم ما يسوقوش fast ولا wondered تساءل ولا instructed يعني وجههم ولا said قال لهم. اكيد طبعا كلمة زي كلمة instructed هي الانسب في المعنى. انت بتقول للناس ما تسوقش بشكل سريع والمفروض ده اللي هو بيبقى توجيه. مهما كان عليه غرامات او الكلام ده كله ولكن برضو في الاخر ممكن بعد الغرامة still لسه في ناس ممكن تسوق بسرعة. فبالتالي made them هنا او made the people ما تنفعش. لو هو اجبرهم انهم يعملوا شيء معنى ان هم لازم هيكونوا التزموا بهذا الشيء. ولكن instructed هي الاقرب جدا جدا للمعنى لما اقول ان هو وجههم علشان ما يسوقوش بسرعة جدا. اوكي طب تعالوا نشوف كده حاجات خاصة بجرامر يونت 13 مجموعة جمل لـ يونت 13 كده خلصنا الجزء اللي فات. طب نشوف كده يونت 13 فيها جمل برضو خاصة بالستركتشر اللي هي ING و to infinitive وكده. Do you think one day people will stop space newspaper؟ طيب هنا بقى الجملة اللي انا حباها جدا جدا و يعني اللي هي بينت بشكل كبير الفرق في المعنى بتاع كلمة stop. يعني هل تفتكر ان في يوم من الايام الناس هتبطل تشتري newspaper ولا هيقفوا عشان يشتروا newspaper؟ اكيد اكيد احنا هنا بنقول ان هل تعتقد ان في يوم من الايام الناس هتبطل تشتري. طب هتبطل تشتري دي بقى زي ما قلناها من حبة يا ترى هنختار بعد stop to plus the infinitive ولا stop verb ing؟ احنا عرفنا طبعا ان الاتنين بيجوا بعد كلمة stop ولكن بمعاني مختلفة. stop to read newspaper يبقى انا كنت ماشي ووقفت علشان اقرا مش عارف اركز وانا اقرا وانا ماشي فروحت وقفت stop to read the newspaper. لكن انا هنا مش معقولة هقول الناس في يوم من الايام هتقف عشان تقرا newspaper. لا الناس هتبطل تقرا. انا بتكلم على الناس عموما هيبطلوا يقروا يبقى people will stop reading. دي كده الاجابة السليمة. هل ممكن يجي وقت والناس تبطل قراءة؟ عرفنا كده الفرق ما بين stop to infinitive و stop verb ing شرحتها لكم من حبة بسيطة وجالنا اهو مثال تاني عشان يأكد على المعنى. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية. طبعا بقى الجمل هنا يعني اعتقد هتبقى سهلة وبسيطة قوي بالنسبة لكم ما فيهاش قواعد كتير على قد ما فيها انت already حفظت فعلا الليست بتاعت الكلمات ولا لا. يعني هل احنا حفظنا الأفعال اللي بيجي بعدها to plus the infinitive ولا الأفعال بيجي بعدها ing ولا ممكن يجي بعدها الاثنين والمعنى يتغير؟ فهل احنا حفظنا الحاجات دي؟ طبعا كتير قوي يعني مهم جدا ان انا اقضي عليهم وقت معين علشان خاطر اقدر استوعب كم الأفعال دي او اقدر ان انا احفظها. بلس كمان مهم ان انا افهم المعنى كويس قوي في الجمل او في الافعال اللي بيجي بعدها الحالتين ولكن بمعاني مختلفة. طيب
My teacher advised me to practice space a lot of sport. To practice, to do ولا doing. أكيد طبعا مش هتبقى to doing ولا do. To practice doing a lot of sports. Practice doing this. Okay. يبقى عندي هنا كلمة practice جي بعدها الverb plus ing. يبقى my teacher advised me, نصحتني to practice. زي ما انت شايفين advise someone to plus the infinitive. ولكن كلمة practice بقى هنا هي اللي جي بعدها الverb مضاف له ing. فناخد بالنا من الpoint T. مش اشوف كلمة advise اجري على طول واختار to مع الانفينيتيف. لا اخد بالي ان في عندي كلمة practice already get وهي الفعل بتاع اللي جه بعد to الخاصة بadvise. ولكن فعل practice نفسه ليه قاعدة مختلفة عن advise. فبالتالي اختار القاعدة اللي تناسبه. فهتبقى practice plus verb plus ing. Practice doing this. Okay. لكن كلمة advise, advise to do something. يبقى advise to, advise me to practice doing. Okay. ممكن جدا تجي لنا جمل مركبة بالشكل ده. فاخد بالي كويس قوي. مهم ان انا اقرأ كل تفاصيل الجملة علشان اللي حافظ على طول ان advise ايه بعدها to plus the infinitive هيروح يحل الاجابة بتاعت to plus the infinitive. مش هياخد باله انه already الجملة فيها to plus the infinitive. Okay. تعال نشوف جملة تانية او sentence تانية بتقول the thief failed to escape without. The thief failed to escape without. يعني الثيف او الحرامي فشل ان هو يهرب من غير ما يتم التعرف عليه او انه يتقفش يعني. اوكي. طيب recognize ده اللي هو يتم التعرف عليه. هو فشل في انه يهرب بدون التعرف عليه. يعني هم عرفوه خلاص. اوكي. طيب في الحالة دي انا بقول الثيف هو اللي recognize ولا في حد هو اللي تعرف عليه؟ انا ليه بقى بسأل السؤال ده؟ الطلبة الشاطرين اللي فاكرين عارفين ان في حاجة اسمها passive و active form. عندنا ال passive voice وال active voice اللي هو المبني للمعلوم والمبني للمجهول. الجملة دي بتختبرنا في ده plus كمان القاعدة بتاعت without يجي بعدها ايه. احنا عارفين ان كلمة without بيجي بعدها verb plus the ing. كلمة without بيجي بعدها الفعل متضاف له ing. فناخد بالنا انه انا ما اختارش على طول كده على طول without recognizing. اوكي. يعني ممكن تمشي في المعنى ولكن هو مين اللي recognizing؟ الثيف هو اللي بيتعرف ولا حد هو اللي بيتعرف عليه؟ طالما حد بيتعرف عليه يبقى لازم مبني للمجهول. في حالة المبني للمجهول انا لازم بجيب verb to be. وكمان علشان without موجودة verb to be بيبقى مضاف له ing او الفعل اللي هيجي بعد without يضاف له ing. فبالتالي هنقول without being وبعد كده الفعل يجي في ال past participle او التصريف التالت لان ده مبني للمجهول. يبقى شفتوا بقى احنا كده طبقنا قاعدتين في بعض ازاي. without being recognized ليه تاني. without بيجي بعدها الفعل او الverb plus ing فعلا مضاف له ing. طب انا هنا عندي الجملة كلها مبني للمجهول. طالما مبني للمجهول يبقى انا عندي لازم ان انا اجيب verb to be وتصريف تالت. verb to be بيتبع او بيتغير حسب التكوين بتاع الجملة. يعني انا بشوف مثلا verb to be هجيبه ده في الماضي في المضارع في اي تصريف بالزبط. هنا جاي بعد without يبقى يجي على طول في الجيرند فورم يبقى بي اي ان جي اللي هي being وبعد كده التصريف الثالث اللي هي recognized. يبقى the thief failed to escape without being recognized يعني بدون ان يتم التعرف عليه. فشل انه يهرب بدون التعرف عليه. mother always asks me space on myself. mother always asks me. يا ترى ask بيجي بعدها ايه؟ to plus the infinitive ولا verb plus ing. my mother always asks me to depend. okay. ان انا اعتمد على نفسي. كلمة to depend on myself يعني يعتمد على نفسك بتعتمد على نفسك. يبقى my mother always asks me to depend on myself. دايما بتطلب مني ان انا اعتمد على نفسي. ما ينفعش اقول to depending ولا depend من غير to. دايما ask someone to
ask someone to do something في الانفينيتيف ولا for depending. Okay؟ طبعا احنا عارفين ان في العادي كلمة for بيجي بعدها الverb ing, ده بقى لو هترجمه او هتكتبه paragraph او كده, ولكن هنا الاختيار المناسب هي كلمة to plus the infinitive. طب نشوف جملة تانية بتقول would you like me space to the club with you? Would you like me space to the club with you? Expression معروف قوي, واكسبريشن احنا واخدين عليه وبنكتبه في الدايلوج كتير جدا جدا, فالمفروض يكون سهل علينا. يبقى would you like me to, okay, would you like to drink something, would you like me to do something for you, يبقى اكيد would you like me to go to the club with you, هل تحب ان انا اروح الكلاب معاك. Would you like me to go to the club with you, هل هتحب ان انا اروح الكلاب معاك. طيب يعني هنا الاكسبريشنز اللي زي دي خساره ان انا يعني ما بقاش عارفها او اضيع درجتها او كده او حتى اضيع تفكير فيها, يعني المفروض ان انا خلاص اوريدي اكسبريشن ده بستخدمه كتير, يبقى على طول انا عرفت طريقته وعلى طول 2 plus the infinitive. اوكي you can't deny, you cannot deny, ده جمله تانية بتقول ما تقدرش تنكر. deny, يا ترى الفيرب deny ده بيفكرنا بايه, بالناس مجموعه الافعال بتاعه الاي ان جي ولا مجموعه افعال 2 plus the infinitive ولا الاثنين ومعنى مختلف. deny برضو من الافعال المعروفه. you can't deny space the window, all the boys said you did it carelessly. ما تقدرش تنكر ان انت اللي كسرت ال window او الشباك, كل الولاد بيقولوا ان انت عملت الموضوع ده carelessly بدون اهتمام, فتنوا عليه بقى خلاص. المهم ان انا عندي هنا الverbs breaking, to break, break ولا to breaking. اكيد هنا هنختار ما بين breaking و to break, ترى deny بيجي بعدها ايه, you can't deny verb ing, يبقى deny breaking. You can't deny breaking the window, ما تقدرش تنكر كسرك للنافذة. اوكي طيب في عندي ايه تاني, جملة بتقول experts يعني الخبراء expect thousands of tourists, بيتوقعوا كتير الاف من التورستس space Cairo museum this week. يا ترى expect ايه, expect كتير من التورست انهم ايه, visited ولا to visit ولا visit ولا to visiting, which one is correct. ترى مع كلمة expect احنا بنختار ايه, expect tourists to visit, يبقى to plus ال infinitive form, يبقى experts expect thousands of tourists to visit, يعني بيتوقعوا الكثير من التورست انهم يزوروا Cairo museum this week, انهم يزوروا المتحف المصري هذا الاسبوع. على فكره بالمناسبه يعني احنا نقدر جدا جدا الجمل حتى بتاعه التشوز, يعني قد ايه الانجليش مترابط مع بعضه. جمله زي دي من جمل تشوز ممكن قوي احاول ان انا احولها لجمله ترجمه, يعني يا ريت حتى وانتوا بتذاكروا تخلوا المنطق ده في ذهنكم, يعني ابص كده على جمله زي دي ممكن جدا تجيلي حاجه يتوقع الخبراء ان يزور المتحف المصري الالاف من السائحين هذا الاسبوع, اهي جملة ترجمة ترجمها لي وبالتالي تقعد بقى انت تفكر يا ترى ممكن يعني ترجم كلمة خبراء دي بايه, طب الستركتشر يكون عامل ازاي, كله عبارة عن حاجات انت دارسها ولكن يعني ممكن ترجمة يجي فيها كم كلمة او حاجة يكونوا مش معروفين لكن تقدر تستنتجهم. انا بتكلم بقى على structure, ان انت تقدر تبني structure بشكل كويس من الحاجات اللي انت already درستها. لو فكرنا في ان جمل choose كلها لما اجي اقراها احولها لجمل ترجمة اطلع بيها بكلمات جديدة, نفس النصوص بتاعت الريدنج والليسننج اطلع منهم بكلمات جديدة. ياريت ياريت بجد ان انتوا تحاولوا تعملوا ده وتفكروا في الانجليش بالطريقة دي, هتلاقوا الانجليش بقى سلس بالنسبة لكم لان كله مترابط في بعض. اوكي يبقى expert expect thousands of tourists to visit, expect someone to do something. Okay, طيب my friend allowed me, يعني سمح لي use his mobile. My friend allowed me use his mobile,
يعني سمح لي ان انا ايه طبعا استخدم الموبايل بتاعه. طب يا ترى allow me to do something اكيد يعني. يبقى my friend allowed me to do. ما ينفعش بقول to using. ما ينفعش اقول use لوحدها. ما ينفعش اقول using. ما ينفعش اقول طبعا لازم تكون الاجابة to use. يبقى he allowed me to use. سمح لي ان انا استخدم. طب لو جت كلمة let. Let me use من غير to من غير اي حاجة. لان ساعات كتيرة جدا احنا بنستخدم كلمة let وممكن ان احنا في الباسيف او حاجة نغيرها ل allowed. اوكي هقول he let me use his mobile phone. He let me use. Let me use his mobile phone. ولكن my friend allowed me to use. Allow me to use his mobile. اوكي I regret. كلمة regret برضو من الكلمات اللي ممكن يجي بعدها الحالتين. اوكي اللي هي verb ing او مثلا to plus the infinitive. ولكن احنا اهو بالمعنى اهو بتاع الجملة اللي قدامنا ده هنعرف نحدد كويس قوي احنا هنختار ايه منهم. to plus the infinitive ولا verb plus ing. I regret this old car. It usually breaks down. يعني انا ندمان على شراية. انا ندمان على الفعل ده. ان انا عملت ده. ان انا اشتريت this car. Okay. It usually breaks down. هي غالبا ما بت 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 طبعا بت بت breaks down بمعنى انها تبوظ تماما. يعني break down يعني الحاجة تبوظ. فدي برضو ممكن كلمة تستخدموها علشان برضو لو جات لكم في ترجمة او حبيتوا تستخدموها في الرايتنج في الباراجراف. طب يا ترى I regret buying ولا to buy. اكيد اكيد I regret buying. يبقى انا بندم او ندمان على شرائي. انا ندمان على الفعل ده. اوكي ممكن قوي كلمة regret تجيلنا مثلا في موقف انه حد خاص بالطيران. طيارة اتأخرت. فبقول لك I regret telling you. اوكي او I regret to tell you. I regret telling you يعني انا فعلا فعلا متضايق قوي ان انا بقول لكم الخبر ده. اوكي فهنا الموقف ده انا متضايق من فكرة ان انا بقول لكم الخبر ده. فهقول I regret telling you this news. اوكي لكن I regret to tell you هنا في الحالة دي ممكن يكون الموقف مختلف. ان انا بقول انه انا يعني زعلان او I regret مثلا to buy يعني انا زعلان ان انا بقوم بالاكشن في العموم. اوكي لكن I regret telling you انا ندمان على الاكشن نفسه. اوكي فدي كده المواقف الخاصة بregret. يعني احنا مفروض نبقى عارفين ان regret telling a person something او regret doing something يبقى انا ندمان على اني قمت بالفعل بالاكشن ده. ندمان على الاكشن ده اللي هو جاي بverb ing. regret to plus the infinitive وحاجة يبقى انا ممكن اقول ان انا متضايق من الموقف بالعموم including الحاجة دي مش التالينج نفسه. اوكي يبقى دي كده التفرقة ما بين الاتنين. فناخد بالنا ان جملة regret ساعات يعني بتكون من الجمل اللي بيجي بعدها الاتنين ولكن المعنى هيكون واضح جدا بالنسبة لكم. طب تعالوا بقى نشوف جملة تانية بتقول flower space bread. flower space bread. طيب flower ده اللي هو طبعا الدقيق وعايزين نقول ان احنا بنستخدم من الاختيارات اهو هيبان ان احنا بنستخدم الدقيق علشان نعمل bread. اوكي يعني عاجبني جدا الاختيارات هنا ان هو بيلعب لكم بكذا قاعدة مع بعض كلهم اختيارات في structure ينفعوا ولكن واحدة بس هي اللي تنفعنا هنا. flower اكيد بيتم استخدامه ده passive form هنستخدم الpassive هنا يبقى هنجيب verb to be وهنجيب الpast participle. flower is used to make. flower is used to make bread. يبقى الدقيق بيتم استخدامه علشان نصنع الخبز. يبقى دي كده الإجابة السليمة. أمال is used to making. is used to making يبقى أنا بقول إن الشخص ده متعود او الحاجة دي متعودة على انها تقوم بالفعل ده. is used to making يعني لو انا قلت مثلا the مثلا نقول the athletes
اللي هم الرياضيين. The athletes are used to The athletes are, عشان يبقى الكلام واضح, are used to running every day أو running in the morning. Okay. يعني الناس الرياضيين متعودين انهم بيجروا الصبح. انا كده بعبر عن العادة اللي هم بيعملوها, انا ما بقولش بس فقط الفعل, انا بعبر عن العادة. Are verb to be مع used to. used to لوحدها احنا عارفين انها بتعبر عن عادة في الماضي, ولكن لما هقول are حاجة في المضارع, الverb to be في المضارع, وبعدين used to, وجبت بعد كده الverb plus ing, يبقى انا دي كده بتكلم على present happened. دي عادة في المضارع. Okay, this is a present happened. يبقى the athletes are used to running in the morning. لكن لما مثلا هقول جملة تانية بتقول زي ما موجود هنا عندنا كلمة used to لوحدها, I used to run in the morning. أنا كنت متعود أني أجري الصبح, ولكن it's not my habit anymore. دي ما بقتش خلاص العادة بتاعتي. I used to run مع الانفينيتيف. اوكي, يبقى used to run in the infinitive. اوكي, دي كده في الحالة دي انا بستخدم past او بعبر عن past habit. ده دي عادة من زمان وما بقتش تتعمل anymore. لكن am, is, are, used to plus verb plus ing, في الحالة دي انا بتكلم عن عادة بتتم في الوقت الحالي في المضارع. دي العادات بتاعتي دلوقتي. ولكن في جملة زي دي انا عايز اقول انه بيستخدم, مش بستخدم كلمة used to كفعل لان انا اقول انها عادة, لا, انا بستخدمها كالفعل الاصلي للجملة, ان هي دي بمعنى كلمة يستخدم او بيتم استخدامه علشان كذا, ولكن في الباسيف, علشان هو في الباسيف جبنا الverb to be, وكمان علشان يعني بعد كده نكمل الباسيف بتاعنا قلنا is used to make. used to, used طبعا ده الباست participle, وبعد كده to plus the infinitive. اوكي, احنا كده انتهينا من مجموعة الجمل اللي كانت عندنا النهاردة. كان جاي لي ناس ده سؤال اتسأل لي كتير جدا, فكرة ازاي نراجع الانجليش في الايام القليلة اللي فاضلة لينا دلوقتي. اوكي, يعني ما فتحتش الانجليش خالص, انا مش هربكك ومش هقولك ان الوقت فات, لا, بس هي كانت حاجة طبعا مفروض من زمان نفتح الانجليش, ولكن anyway خلاص, دي مش معناها ان الدنيا باظت وانه ما ينفعش ان انت تتعامل. هتعرف تتعامل. احنا عندنا كام يونت؟ عندنا اهو ال 14 يونتس بتوعنا. هناخد ال 14 يونتس دول وهنبتدي نقسمهم كده. انا عندي دروس جرامر في ال 14 يونتس, فيهم بعض دروس جرامر ليها علاقة ببعض جدا, هذكرهم مع بعض. يعني انا ممكن في الدرس في بعض يونتس عندي زي ال indirect speech, عندي 3 units ورا بعض بيكلموا عن indirect speech او الكلام الغير مباشر, اذكرهم مع بعض في يوم مع unit تانية. اوكي, عندي كمان ممكن في يوم واحد, احنا بقى خلاص هنبقى فاضيين مدة الايام الاجازة اللي ما بين امتحان العربي اللي خلص النهاردة اهو وامتحان الانجليش. اوكي, في عندنا فترة نقدر ان احنا نقسم ال units على الايام. مهم قوي ان انا اقعد احل تاست كتيرة جدا جدا, كل ما بحل بيجي لي سؤال بيفتح لي جزئية المفروض ان هو اتسائل فيها, فبالتالي ببتدي اربط المعلومة او اربط الدرس بتاع الجرامر باسئلة على ارض الواقع, فده مهم قوي. يبقى لازم اقسم اليونتس, وياريت مع اليونتس اخد لي 2 chapters للستوري او النوفل. هنضغط على نفسنا شوية, خصوصا الناس اللي ما فتحتش الانجليش بقالها كتير. في اليوم الواحد ممكن اذكر لي 3 او 4 يونتس لو انا شايفة ان في يونتس ليها علاقة ببعض ممكن اخلصهم بسرعة. معاهم 1 chapter للستوري او 2 chapters للستوري, احنا عندنا 4 ايام بس.
مهم جدا ان انا اقعد احل في امتحانات. الامتحانات هتديني مجموعة اسئلة اقدر من خلالها ان انا اعرف ازاي احط المعلومة في نطاق السؤال، وبالتالي هتسهل عليا قوي فكرة ان انا اعرف اجاوب الاسئلة. طيب ايه كمان؟ لازم التزم الهدوء، يعني في جميع الاحوال الهدوء مهم جدا. انا عندي التست او كل تست بيبقى فيه paragraph writing، بيبقى فيه reading، بيبقى فيه كذا. التست الواحد ممكن تخلصه في وقت اقل بكتير جدا من وقته الاصلي. انا بتكلم في المراجعة، ولكن في الامتحان عايزك تقعد الوقت كامل للتست، وانت قاعد الوقت كامل للتست تراجع. حتى لو خلصت الريدنج محتاج مراجعة طول الوقت، الرايتنج كمان بعد ما بتكتب، يعني لو أوباما بيكتب، مش هنقول واحد عادي بيكتب، لا، لو حد أصلا أمريكاني أو إنجليزي بيكتب هيرتكب أخطاء كتيرة جدا لو هو ما راجعش الكتابة بتاعته، لأننا بنفكر أسرع ما بنكتب. أوكي، فبالتالي ممكن كلمة تفوت مننا كده أو كده، نراجع الحاجات اللي احنا بنكتبها كويس. أو طبعا في الجزء الخاص بالريدنج لما نتكلم على سكيلز هقول لكم كويس حاجات خاصة بإزاي نراجع. ولكن اللي أقصده إنه في وقت المراجعة اللي موجود دلوقتي هو ستيل عندنا أيام كتير الحمد لله، نقدر فيها إن احنا نراجع الستوري ونخلص اليونتس. ولكن مهم قوي إن احنا نحل امتحانات كتيرة قوي. الريدنج والليسنينج اللي موجودين نعتبرهم كده كنز موجود عندنا في الكتاب، نقدر منه نطلع المعلومات الخاصة بالجرامر والفوكابلري، نقدر منه ان احنا نكتب باراجرافز كتير جدا على نفس المواضيع اللي في الكتاب، نقدر منه نعمل ترجمات. يعني ما نستهنش بالريدنج والليسنينج اللي موجود في الكتاب، لازم نقراهم كويس جدا جدا. اوكي، يبقى كده عرفنا هنتصرف ازاي. احنا هنقوم بعمل التقسيمة للوقت كويسة قوي، هنضغط على نفسنا في الأيام اللي قبل الامتحان مباشرة، يعني ما ننامش كتير، نركز في الإنجليش على طول، يعني نديله وقته كله، نحل امتحانات كتيرة وخصوصا امتحانات الورك بوك ونماذج الوزارة. يعني دي أكتر حاجات نبدأ بيها ونطمن إن احنا نخلصها، وبعد كده بقى نبتدي نحل حاجات تانية كحاجات إضافية. حلو، البراكتس الكتير هيبقى مفيد جدا جدا لينا. وبعد ما نحل الامتحانات نعمل حسابنا من فكرة إن هيتم أو هيكون في مراجعة للي بنحله. يعني أنا كتبت باراجراف أراجعه، أصحح الأخطاء اللي موجودة عندي، وأرجع أعمل تشيك بسرعة على القاعدة. وإنت بقى بتحل هتعرف أنا عندي مشكلة أساسية في الدرس ده. طالما وصلت ان انت عندك مشكلة اساسية في اليونت دي او في القاعدة دي او في الكلام ده كله، انا بقدر كده يعني احصر شوية المشاكل في حاجات محددة، فبالتالي هيكون عندي وقت برضو ان انا اركز على الحاجات دي، اذاكرها تاني، اخد عليها اسئلة تاني اللي انا متأكد منه كويس جدا. طالما ذاكرت عليه وحليت كتير يبقى مفيش مشكلة خلاص، ولكن انا محتاجة ان انا اذاكر كتير قوي الحاجات اللي انا شايف ان انا عندي دروب فيها. الباراجراف رايتنج بيتحسن بالبراكتس مش بان انا اتوقع توبكس. ارجوكم يعني نبعد شويه عن فكره التوقع، هي حلوه ولكن مش هي اللي اعتمد عليها. فبالتالي لازم اعمل كتابه كتير علشان اقدر ان انا احل كويس الكتابه في الباراجراف. ابعدوا عن استنباط الجاهزة بتاعة الحفظ دي لانها بتدي امبريشن وحش قوي وممكن تقلل في الدرجات. فدي كده مجموعة النصايح الخاصة بالمراجعة. تعالوا بقى ناخد بريك دلوقتي، وهنرجع بعد البريك علشان نراجع يونت 14 وناخد جمل ترجمة وممكن نتكلم في الرايتنج كمان. After the break I'll see you. طلبة، ودلوقتي هنبدأ الجزء الثاني أو الحلقة الثانية، يعني أو تكملة الحلقة بتاعتنا الخاصة بمراجعة اليونتس. وإحنا دلوقتي هنراجع يونت 14.
يونت 14 طبعا احنا عارفين نتكلم على ستراكشر مهم جدا اللي هو النسيسيتي واللاك اوف نسيسيتي والكلام ده كله. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد برضو اسئله خاصه بالنسيسيتي، واحنا بنراجع الاسئله هنراجع الستراكشر، وبعد كده ان شاء الله هيتبقى لينا وقت ممكن ان احنا نتكلم في الرايتنج او في مجموعه ترجمات. طيب تعالوا كده نشوف اول اكزامبل هيكون موجود قدامنا على السكرين خاص بالنسيسيتي. احنا زي ما بنقول احنا بنتكلم على الجرامر بتاع اليونت. I space my room yesterday. I space my room yesterday. يعني انا بتكلم اهو في حاجة العلاقة بالنسيسيتي ولكن في نفس الوقت لازم اربطها بالزمن الباست. My sister had already tidied it. يعني اختي كانت بالفعل خلاص already نظفتها او رتبتها، يبقى انا ما كنتش محتاج، يعني ما كانش في ضرورة. في الحالة دي انا هدور على انه ما كانش في ضرورة النيجاتيف فورم مثلا، او اي اكسبريشن يبين الحاجة دي مش ضرورية، بلس كمان ان انا هدور على فكرة ان الحاجة تتناسب مع الزمن لاني انا بتكلم على yesterday. زي ما انتم شايفين I didn't have to tidy. I didn't have to tidy. يعني ما كانش مضطرة او ما كانش المفروض عليا ان انا اعمل ده، ما كانش في ضرورة لده، واحنا عارفين ان اصلها هي don't have to. Don't have to دي كده ال present form، يعني غير ضروري او انت غير مضطر. احنا عارفين طبعا ان في عندي expression اسمه have to. Have to ده بيبين ان في necessity كاملة. يعني انا دلوقتي عندي كلمة have to. اوكي هنقول كلمة have to plus the infinitive دي بتبين لي ان في necessity او ضرورة الشيء ده لازم يتعمل. وكمان احيانا بيكون الضرورة دي مش بس لضرورة للموقف وخلاص، لا ممكن تبقى نتيجة لقانون مفروض، ممكن ان الاجراءات مش هينفع تتم غير بالشكل ده، فدي كده كلمة have to. لما اجي اعملها النيجاتيف بتبقى don't have to. Don't have to في الحالة دي plus the infinitive طبعا دي بتبقى ال present form، ودي معناها انه ما فيش ضرورة. طيب انا عندي لما هحولها للباست هقول didn't have to، ودي الجملة اللي موجودة عندنا didn't have to plus the infinitive say didn't have to tidy my room. دي كده النفي بتاع كلمة have don't have to والماضي. اوكي طيب انا عندي كلمة تانية اسمها must. كلمة must دي مهمة برضو جدا ان انا اتكلم عنها لان هي معناها ضرورة، ولكن في اختلاف طفيف ما بين كلمة must وبين كلمة have to. الاثنين بيعبروا عن ضرورة must plus the infinitive، ولكن ايه الفرق في الضرورة هنا او ايه الاختلاف هنا؟ انا كلمة have to زي ما اتفقنا ان انا مضطر للشيء. اوكي must برضو احيانا بتكون بتعمل وجوب الشيء، ولكن لو انا واضح لي في الجملة مثلا في جملة تانية طبعا غير زي اللي انا ذكرتها ان دي حاجة تبع القانون، يبقى انا هختار have to. طب لو هي حاجة ملهاش علاقة بالقانون يبقى انا هختار كلمة must. يعني ده وجوب او الزام داخلي من نفسي، انا حاسة ان الحاجة دي لازم تتم. اوكي الزام داخلي من الشخص نفسه، يبقى انا هستخدم كلمة must plus the infinitive. طيب لو هو الزام بموجب القانون او ان الاجراءات القانونية بتتم بالشكل ده تمام، يبقى انا هستخدم have to. يبقى دي كده الحاجات او الفروقات ما بين have to وما بين must في الاستخدام. على سبيل المثال انا ممكن اقول I must visit my grandma today. انا لازم ازور تيتا النهاردة. اوكي انا ما قلتش should او يعني ما قلتش يجب، ان دي بقى عشان ناس كتيرة جدا ممكن تتلوت تقول اصل يجب دي معناها ان انا بشوفها انها حاجة مش الزامية قوي. لا انا شايف انه الزام داخلي من جوايا I must visit. I must visit my grandma. أنا لازم أزور تيتا، أنا محتاج إن أنا أطمن عليها. يبقى ده كده عبارة عن إلزام داخلي. في الحالة دي بستخدم must. أوكي؟ لكن have to ده لو في بقى ضرورة إن عدم الزيارة ده ممكن يتسبب في مشكلة كبيرة قوي. أوكي؟ في الحالة دي أنا بستخدم
have to أو لو في قانون برضو بستخدم have to. طب إيه الماضي بتاع must؟ الماضي بتاع must هو had to. أوكي، يبقى الماضي بتاع كلمة must هو had to plus the infinitive. ناخد بالنا برضو من البوينت دي، إنه كمان الماضي بتاع have to هو had to، ده الماضي. أوكي، لكن الماضي بتاع must had to. أوكي، يبقى احنا شايفين كده الاتنين دول هما related قوي لبعض، وبتبقى ليهم جمل مرتبطة ببعض جدا، ولكن لازم ناخد بالنا من الفرق. تعال نشوف سنتنس تانية بتقول I'm sorry for not visiting you. يعني أنا بعتذر إن أنا ما زرتكش. I'm sorry for not visiting you last night. بعتذر إن أنا مش زرتك الأسبوع الليلة اللي فاتت. I space see my doctor. أنا كان إيه بقى؟ كان لازم أروح للدكتور. أوكي، يبقى أنا بعتذر دلوقتي. أوكي، إن أنا ما كنتش عارفة إن أنا أزورك امبارح لأني كان لازم عليا أوكي إن أنا أروح للدكتور بتاعي. طبعا ده ماضي، فبالتالي في الماضي إحنا هنختار had to. طبعا needn't هنا ما تنفعش. لو كنا قلنا I needed to، I needed to، إحنا عارفين كلمة need برضو من الإكسبريشنز اللي بتعبر على ال necessity، احتياجك للشيء، ولكن هي أقل بكتير جدا من كلمة have to. need دي يعني محتاج للحاجة، يعني مش ضروري تكون إلزام. have to و had to ده إلزام، must برضو ساعات تكون إلزام ممكن نتيجة القانون، ولكن need to مع ال infinitive اللي هي النيجاتيف بتاعها needn't، needn't plus the infinitive يعني انت مش مطلوب او مش محتاج ان انت تعمل ده، يبقى need to plus the infinitive او needn't plus the infinitive. need to معناه انه في احتياج للشيء. اوكي، و needn't do this، needn't زي ما احنا واخدين بالنا كده بدون to plus the infinitive، ده معناه برضو انه انت مش محتاج يعني، لكن ما هياش الزام. اوكي، طيب didn't have to، I didn't have to see my doctor. لا طبعا انا بدي عذري، يبقى انا كان I had to، انا كنت مضطر. وطبعا زي ما شفنا كلمة had to must ما استخدمناهاش هنا لانه اصلا الجملة في الماضي، فاحنا اتفقنا ان الماضي بتاع must هو had to. يبقى I must see a doctor، لو انا بقولها في المضارع انا لازم اشوف اروح ازور دكتور دلوقتي I must see a doctor، لو في الماضي هتبقى I had to see، I had to see my doctor، كنت مضطر ان انا اروح للدكتور. اوكي، you're wasteful، انت شخص مبذر. اوكي، you space more sugar، انت يعني هو هنا طبعا اشترى، واضح انه اشترى سكر كتير، فكنا يعني بنقول له انت مش كان المفروض انك تشتري السكر كتير ده، او كنتش محتاج انك تشتري السكر كتير ده، انت مبذر. We already have a lot at home. احنا بالفعل عندنا كتير في البيت. We already have a lot at home. عندنا كتير سكر موجود في البيت. يبقى انا هنا بتكلم على قانون، مثلا حاجة انا كنت المفروض ما اجيبش سكر، يعني حاجة الزامية. اكيد مش حاجة الزامية، ده هي بتعبر عن necessity اللي هو ضرورة الحاجة بالنسبة لي. هي مش ضرورية ولكنها ما كانتش إلزامية، مظبوط؟ فلازم نفرق في المعنى. أنا هقول لكم الاختيارات وانتوا حاولوا تفكروا معايا إيه الاختيار السليم. You can't have both، ولا you had to buy، كان لازم تشتري، ولا you didn't have to buy، ما كنتش مضطر إن أنت تشتري، ولا you needn't have both، ما كنتش محتاج إنك تشتري ده. أوكي؟ طبعا لو إحنا شفنا didn't have to we needn't have both، الاثنين ممكن ينفعوا في structure مع الجملة، وان احنا بنتكلم على انها يعني ان انت already اشتريت وكده ففي الماضي، ولكن انا بتكلم على ال necessity دي. اي درجة من ال necessity؟ didn't have to يعني ما كنتش مضطر لده، لكن انا ما بتكلمش هنا على اضطرار، ده انا نازل اعمل shopping واشتري سكر، لكن انا بقول انك ما كنتش محتاج الشيء ده، يبقى you needn't have both.
مهم قوي الدرس بتاع necessity ان احنا ناخد بالنا من المعنى. اوكي، يعني لازم نفرق في المعنى ما بين مجموعة المودل فيربس اللي موجودة. زي ما اتفقنا have to و had to، وطبعا كمان نعرف الماضي او الفورم في الماضي مهم جدا. have to معناها ان انا مضطر للشيء، وساعات اضطراري ليه بيبقى نتيجة لانه لو ما حصلش تحصل مشكلة، او ممكن يكون نتيجة القانون مفروض عليا، فبالتالي دي كده have to. must انا شايفاه انه وجوب والزام، ان انا لازم اعمل الفعل ده. اوكي، انها حاجة موجبة وملزمة، مش ضروري تكون بقانون، يعني ممكن تكون نتيجة ان انا عندي احساس داخلي قوي ان انا لازم اقوم بفعل الحاجة دي. اوكي، طيب كلمة need بتعبر عن الاحتياج. احنا ما كناش محتاجين السكر كتير قوي ده، لكن مش الزام، مش الزام ان انا ما اجيبوش. اوكي، طيب تعالوا نشوف sentence تانية بتقول علي isn't late for school. علي isn't late for school. He space Harry. هو مش متأخر على المدرسة. واحد مش متأخر، ما راحش متأخر. He space Harry يعني هو محتاج ان هو يسرع ولا مش محتاج؟ اكيد مش محتاج. يبقى he mustn't hurry. هل هو لا يجب ان يسرع؟ اكيد في المعنى ما تنفعش. يعني ايه واحد مش المفروض ان هو يسرع او لا يجب؟ انا ما بتكلمش على ان هو يجب او لا، انا بكلم انه مش محتاج الشيء ده. don't have to يعني مش مضطر، والله تمشي. he needn't hurry ولا he has to hurry يعني هو لازم ان هو يجري بسرعه او يروح بسرعه، اكيد he needn't. وايه السبب؟ ان احنا شايفين ان كلمة needn't بتعبر عن انه الشيء ده هو مش محتاج انه يعمله، الاكشن ده هو مش مضطر لي. لو كانت عندي كلمة don't have to كانت doesn't، كنت في الحالة دي ممكن اختارها هي كمان. هو مش مضطر، لان المدرسة التأخير عليها ده سلوك غلط وممكن يعرضه للمعاقبة، وده ممكن يكون قانونا غلط في المدرسة، ما ينفعش تتأخر. في الحالة دي أنا ممكن جدا جدا إن أنا لو كانت كلمة doesn't، لأن don't ما تمشيش مع he، لو كانت كلمة doesn't كنت هختار he doesn't have to، هو مش مضطر لده. ولكن طبعا علشان doesn't هنا مكتوبة don't، فبالتالي ما ينفعش أختارها مع he، فناخد بالنا كويس جدا من بوينت او تريك زي ده، ان انت ممكن متعود don't have to فاختارها على طول، اصله مش مضطر انه يروح بسرعه او كده. لا، ناخد بالنا كويس قوي من ان انا بس مش هتبع المعنى ولا كمان هشوف التنس، انا كمان لازم اعمل ماتشنج ما بين السبجكت وما بين الفيرب. لازم يبقى فيه subject verb agreement، يعني هي تاخد الفعل في اس لو هو في المضارع، وطبعا لو ماضي احنا عارفين didn't. طب هنا احنا شايفين انه هو مش محتاج انه يسرع، ف needn't تنفع جدا في المعنى وكمان في الجرامر. عندي جملة تانية بتقول children wear a uniform in primary schools. children wear a uniform in primary schools. طيب يا ترى بقى الchildren لما بتلبس اليونيفورم في البرايمري سكول في المرحلة الابتدائية، ده بيبقى إلزام من المدرسة وقانون المدرسة، ولا ده بيبقى دافع كده داخلي من الطلبة ان هم عايزين يلبسوا اليونيفورم؟ طبعا احنا مش هينفع نختار mustn't او shouldn't لان دي منفية وما تتماشاش مع الجملة، ولكن هنختار ما بين must و have to. انا عايزه اقول ان ده قانون المدرسه، يعني انا لازم افهم الجمله كويس قوي واحلل معناها كويس عشان اعرف اختار. must تنفع و have to تنفع، ولكن انا هنا عايزه اقول ان الناس بتلبس يونيفورم للمدرسه، هل الطالب هو نابع من جواه الاحساس ده انه يلبس يونيفورم للمدرسه؟ اكيد لا، هو مضطر لده لانه دي قواعد والرولز بتاعت المدرسه. فهنقول children have to wear a uniform in primary schools، يعني الطلبة بيضطروا انهم يلبسوا اليونيفورم في البرايمري سكول في المرحلة الابتدائية لانه قانون، فهختار have to او قواعد المدرسة. اوكي، طيب you space worry still you have a lot of time to catch the train. يعني المفروض اقلق ولا ما اقلقش؟ دي اول حاجة افكر فيها. انا هقرا الجملة للاخر علشان افهم المفروض اقلق
ولا ما اقلقش؟ مضطر اني اقلق ولا مش مضطر اني اقلق؟ محتاج اني اقلق ولا لا؟ طبعا انا بقول still you have a lot of time، يعني انت لسه قدامك وقت كتير علشان تلحق بالقطر to catch the train، يبقى مش المفروض ان انا اقلق. يبقى كلمة must لا، should لا، have to لا، you don't have to worry، you don't have to worry، يعني انت مش مضطر للقلق، مفيش اي حاجة تضطرنا ان احنا نقلق. You don't have to worry, still you have a lot of time to catch the train. لسه عندك وقت عشان تلحق بالقطر. اوكي، يبقى فهمنا المعنى كده كويس. اوكي، you space take photos here، ما ينفعش تاخد صور هنا. It's a military area، ده دي منطقة عسكرية. اوكي، يبقى هنا لا، دي حاجة ملزمة، لازم، حاجة موجبة ان انا ما ينفعش ان انا اخد صور هنا لان دي منطقة عسكرية. يبقى عندي كلمة must، mustn't، needn't، shouldn't. طبعا shouldn't ضعيفة قوي في المعنى، يعني انت لا يجب، لا، دي منطقة عسكرية والحاجات دي بتبقى ممنوعة، يبقى ما ينفعش اختار shouldn't. ولا needn't، محتاجة، هي اصلا ما فيش احتياج، يعني ان انا اقول له انت مش محتاج تاخد صور هنا، الاحتياج ده الشخص اللي بيحدده، مش انا اللي هقول لك انت محتاج او لا، الا مثلا في موقف زي الشوبينج، مامتك بتلومك او حاجة زي كده، او ممكن نصيحة، يعني بعبر عن رأيي. لكن في القصد انه needn't هنا برضو ما تنفعش، you needn't take photos here, it's a military area، لا برضو، لان انا مش بتصور عشان احتياج، انا بتصور علشان مثلا انا حاسس ان دي حاجة هتعجبني او كده، ففي الزام شوية، فهنستخدم طبعا mustn't. must هنا must take photos، ما فيش حاجة تلزمني ان انا اخد صور في الميليتاري اريا، فما تنفعش هي بالمعنى، ما تنفعش must، ولكن mustn't تنفع. ولو كانت have to موجودة برضو ما كانتش هتنفع، have to معناها انه هعمل الحاجة او مضطر للشيء، فما كانتش هتنفع. يبقى you mustn't، ما ينفعش ان انت تاخد صور هنا، فيها وجوب وفيها الزام. اوكي، طيب تعالوا بقى نشوف جملة تانية بتقول ايه. you try my sister's cake now، جرب الكيكة بتاعت اختي. it's really delicious، دي لذيذة جدا. يبقى انا بقول له انت لازم تجرب الكيكة بتاعت اختي. اوكي، زي ما بنعمل كده في العزومات في البيت، لا ما ينفعش، مش هتمشي غير لازم تجرب كذا، او لا ده انت لازم تدوق من البتاعه دي اللي انا عاملاها لانها طعمها حلو قوي. نفس القصه بالظبط، you try my sister's cake now، you must try. طب ليه انا مثلا ما اخترتش have to او had to؟ لان مفيش الزام قانوني، ده زي ما قلنا كده ان كلمه must امتى بستخدمها؟ بستخدمها لما احس انه في حاله، انه في وجوب للشيء كده، عاطفي، يعني شويه عاطفي خاص بالمشاعر، يعني انا بقول لك لا ده انت لازم تجرب دي. اوكي، يبقى must try my sister's cake، ولكن have to يبقى ده بقى ايه، انت لازم تجربها، مضطر، يا اما هتحصل مشكله، اكيد ما تتناسبش مع الموقف ده، الا بقى لو حد رافع السكينه لحد هيموته لو ما اكلش منها يوم. بس اوف كورس طبعا ده مش حاجه logical ابدا، فبالتالي في موقف زي ده هنقول you must try my sister's cake now، لازم تجرب الكيكه بتاعت اختي، it's really delicious. طبعا needn't مش هتنفع، لان احنا ما بناكلش الكيك علشان يعني محتاجين او مش محتاجين، لا، هي المفروض هنا ان احنا نختار must عشان اقول ان هي حاجة كمجاملات او وجوب عاطفي. تعالوا نشوف جملة تانية. I really buy my mother a present on her birthday. طب انا دلوقتي عندي البيرثداي بتاع ماما، عيد ميلاد مامتي. I really ايه؟ I really needn't ولا have to ولا mustn't ولا must؟ طبعا needn't ما تنفعش، لو قلنا I really need to buy كانت تنفع، لكن مش موجودة. ولكن انا عندي هنا have to و mustn't، اكيد ما تنفعش لان ده عيد ميلاد ماما، ده انا لازم اجيب لها هدية. يبقى needn't و mustn't دول بره الموضوع، انما have to و must، have to يعني لازم، اوكي، في الزام. طيب وكلمة must يعني برضو في الزام، بس في الحالة دي، في الموقف ده، الالزام بيبقى نتيجة لإيه؟ أهو جاي الاختيار أهو ما بين have to و must. الالزام هنا نتيجة لإيه؟ ده الزام داخلي ولا قانون لو أنت ما مشيتوش هتعاقب، هتروح السجن؟
هتحصل مشكلة كبيرة انت ومامتك، بقى انت حر. ولكن المفروض ان المعتاد طالما انه ما فيش مشكلة كبيرة بتحصل، يعني او المشكلة هنا انا قصدي ان هي حاجة ناتجة القانون يعني، لكن مش مشكلة يعني تكون كبيرة مثلا انه ماما تزعل او كده، لا ده تاني هنرجع هي ليها علاقة بالفيلينجز او المشاعر، فبالتالي هستخدم must مش هستخدم have to. اوكي، يعني انا مش عايز ماما تزعل ولازم ماما ما تزعلش، وبالتالي I must buy her a present، لازم اجيب لها هدية. اوكي طيب، دي كده جملة. تعال نشوف جملة تانية بتقول at an airport، يعني في المطار. I space show my passport. I space show my passport. Airport ووريهم الباسبورت بتاعي، يبقى انا اكيد كده في قانون، يعني انا مش بوريهم الباسبورت مني نفسي كده او حاجه شعور داخلي ان انا لازم اوريه لهم، لا هو ده النظام والقانون في الايربورت. يبقى وانا في الايربورت at the airport المفروض اعمل ايه؟ I have to، انا لازم I have to show them my passport، لازم اوريهم الباسبورت بتاعي. تعال بقى نشوف كده الاجابات اللي موجوده برضه علشان نعمل مقارنات. بنقول at the airport I can't show my passport، لا طبعا غلط، لانه انت المفروض ان انت بتوريه لهم، ما فيش هنا حاجه ليها علاقه بالامكانيه. I don't have to، انا مش مضطر، لا احنا مضطرين. I have to، انا مضطر، طبعا. I shouldn't، لا اكيد لازم have to. يبقى هي دي كده الاختيار السليم للجمله دي. تعال نشوف هنا in England، يعني في انجلترا. Most people، معظم الناس، work until they are 67، بيشتغلوا لحد ما يوصلوا لسن 67 سنة. It's a work law there، يعني ده كده عبارة عن قانون العمل. هو ذكر لي ان ده قانون العمل، مش ان الناس هم بيفضلوا ده، لا ده هو قال لي ان ده قانون العمل. لو كان ما ذكر ليش الجزئية اللي في الاخر دي، عشان كده مهمة قوي نقرأ كل تفاصيل الجملة، كلمة واحدة ممكن تفرق. الجملة الاخيرة دي فرقت خالص في الاختيارات، يعني most people اكيد اكيد بيضطروا في انجلترا لانه ده قانون العمل. اوكي، لو كان يعني كلمة او الجملة الاخيرة دي اللي هي it's a work law there مش موجودة، كان ممكن قوي اتردد ما بين must و have to، انه يا ترى ده هم اللي حابين كده يعني ولا ده قانون البلد. هو هنا بقى سهل هيلي وعرفني انها قانون، فزي ما اتفقنا طالما قانون يبقى لازم كلمة have to، يعني علشان تورينا الالزام او الاجبار على الشيء. طيب تعالوا نشوف جملة تانية بتقول unfortunately، يعني للأسف. My friend broke his leg، صديقي كسر رجله. And space go to hospital where he received proper treatment، أكيد طالما كسر رجله يبقى احنا كنا مضطرين نروح للهوسبيتال، ده كسر رجل يعني حاجة جامدة، مضطرين ان احنا نروح للهوسبيتال where he received proper treatment. الاول هنا احنا بنتكلم في الماضي، يعني لازم ناخد بالنا برضو من البوينت دي، ان ده ماضي يبقى هنختار الفعل بتاع الالزام في الماضي برضو علشان الموقف يكون سليم. يبقى ناخد بالنا في الجمل دي احنا بنركز على المعنى كويس جدا جدا، يا ترى هي حاجة احتياج، هل هي اضطرار، هل هو الاضطرار او الالزام ده الزام نفسي ولا الزام بقانون؟ كل دي أسئلة لازم أسألها لنفسي في الجملة. وبعد كده ببص على الزمن، الزمن اللي موجود، والله لو هو present يبقى هختار في present، لو الموقف كله عندي بيعبر على present هختار present، لو هو past يبقى برضو هختار في past. أوكي، يبقى unfortunately my friend broke his leg، للأسف كسر رجله. And space go to hospital where he received proper treatment، اللي فيها تلقى علاج كويس. ناخد بالنا برضو من كلمات زي دي receive a treatment، receive treatment يعني يتلقى علاج. ممكن بقى دي تجيلنا في جمل خاصة بالصحة او جمل خاصة بكورونا مثلا. اوكي، receive a treatment يعني يتلقى علاج، proper treatment يعني علاج
مناسب او علاج جيد، يبقى ممكن اوي اكسبريشن زي ده انا اخده عندي في الجمل الخاصه بالصحه، ممكن اكتبه في باراجراف، ممكن تجي لي في قطعه ترجمه. المهم ان انا احط في بالي انه الجمل كلها تعدي عليا لازم اطلع منها بحاجه، مش ضروري درس جرامر بس او ان انا احل السؤال بتاع التشوزو بس. اوكي طيب، يبقى he received proper treatment، تلقى علاجا جيدا. اوكي طب اضطر بقى يروح المدرسه طبعا، ده كسر للمستشفى لان ده كسر. يبقى my friend broke his leg and had to، ولا should have gone، كان المفروض يروح. لا ده هو بيقول لك already هو تلقى العلاج، يبقى should have gone دي كان المفروض يروح، معناه انه ما راحش. لا دي طبعا ما تنفعش. has to، has to دي احنا بنتكلم في present والجمله كلها ماضي. didn't have to، ما كانش مضطر ان هو ياخد علاج. لا ده هو كان كسر رجله، يبقى اكيد كان محتاج العلاج. يبقى اكيد الجمله الاجابه السليمه هتكون and he had to receive go to hospital where he received proper treatment. احنا كده خلصنا الجمل الخاصه بال necessity، يعني وقفنا كده على structure بتاع necessity وعرفنا مجموعه حاجات تخصه، وده كان من خلال مجموعه اسئله. تعالوا بقى دلوقتي يعني نلحق كده وقت الحلقه طالما الحمد لله متوفر وقت، وناخد جمل خاصه بالترجمه. يعني تعالوا كده نشوف كام جمله، هكتب لكم جمل ترجمه تكون حلوه، واحنا بنشوف جمل الترجمه انا عايزاكم وانا بكتب تحاولوا معايا ان انتوا تفكروا في الكلمات اللي تستخدم. عندي جمله بتقول تعد، تعد، شوف بقى كده نقدر نترجم الكلمات ازاي. دي تعد مكتبة، تعد مكتبة الإسكندرية، تعد مكتبة الإسكندرية أحد كنوز المعرفة، كنوز المعرفة. لما تحويه، تحويه يعني طبعا بتكون موجودة فيها أو بتحتوي على، من كتب، لما تحويه من كتب قيمة، كتب قيمة. ومخطوطات، ومخطوطات تاريخية، مخطوطات تاريخية نادرة. نادرة تجمع بين، تجمع بين أو ما بين التراث القديم والحديث. اوكي يبقى دي كده الجملة الخاصة بمكتبة الاسكندرية. تعال نقراها تاني ونشوف كده ممكن نترجم الكلمات ازاي. اوكي عندي كلمة تعد يعني is regarded. اوكي وممكن جدا ما استخدمش regarded اصلا وانا بترجم، يعني regarded تمام، دي كلمة يعد regarded. اوكي مكتبة الاسكندرية طبعا Alexandria library، كلمة library اللي هي المكتبة، مكتبة اسكندرية. احد كنوز المعرفة، كنز المعرفة اللي هو ال knowledge، معرفة knowledge. طبعا هنشوف ده كله بقى داخل ال structure هيكون ازاي. knowledge treasure، knowledge treasure. لما تحويه contain يعني يحتوي على، contain. كتب قيمة، قيمة طبعا يعني valuable أو priceless books أكيد. أوكي ومخطوطات تاريخية، تاريخية يعني ممكن نكتب كلمة historical، historical books. اوكي
نادرة rare، كلمة rare تجمع بين يعني collect، أو ممكن كمان كلمة contain، collect أو كلمة contain، التراث القديم، تراث طبعا يعني heritage، heritage دي كلمة تراث، القديم اللي هو ancient، والحديث اللي هو modern. طيب دي كده الكلمات بدون structure، بدون أي حاجة لوحده كده ما ينفعش، لازم أخد بالي من structure. إحنا عارفين يا شباب إن في الترجمة لما باجي أبص على structure بتاع الجملة في الإنجليش، أنا ببدأ بالsubject، لازم أحط في بالي كده إن أنا هبدأ بالفعل في الإنجليش وبعد كده الفعل، وممكن بقى جملة كبيرة زي كده يعني أضطر إن أنا أعمل روابط أو أستخدم روابط مناسبة. أخد بالي إن أنا لو في عندي اسم وبوصفه بصفة معينة، الصفة بتيجي قبل الاسم في الإنجليش مش بعد الاسم زي العربي. أوكي، يعني مخطوطات نادرة أو كتب نادرة، يبقى في الحالة دي أنا هجيب كلمة نادرة قبل كتب، rare books أو rare ancient books. أوكي، يبقى لازم أخد بالي من structure ده. وتعالوا نبدأ بقى نشوف إحنا هنترجمها إزاي في الإنجليش. تعد مكتبة الإسكندرية يعني Alexandria Library. أنا بتكلم عن مكتبة الإسكندرية، يبقى أنا هقول Alexandria Library. دي كده الكلمة اللي أنا هستخدمها عشان أعبر عن كلمة مكتبة الإسكندرية، Alexandria Library، وأخد بالي إنها تكون capital علشان دي اسم المكتبة، يبقى أكتبها Alexandria Library is regarded، بتعتبر طبعا يعني ايه، هنحاول نصغر الخط لان الترجمه كبيره، is regarded one of، احد كنوز المعرفه، يبقى one of يبقى plural، بس طبعا نرتب الجمله الاول، one of كنوز المعرفه يبقى one of the knowledge treasures، the knowledge treasures أحد كنوز المعرفة، the knowledge treasures، لما تحويه من، ممكن أستخدم because of what أو for what. شايفين بقى استخدمنا الروابط هنا زي relative pronoun كلمة what، لأن إحنا بنتكلم على حاجة غير عاقل، for what it contains، for what it contains، أو ممكن أقول for the وابتدي أذكر الحاجات، يعني for what it contains، أو ممكن أقول for the بدل كلمة what أقول for the valuable books، valuable and historical، historical يعني تاريخية، it contains وبعد كده it contains، يعني ممكن جدا اقول for what it contains from valuable and historical books، او ممكن اقول for valuable and historical books that it contains، او contains على طول. اوكي، وبعد كده نادرة، طبعا كلمة نادرة بقى المفروض ان انا اكتبها قبل كلمة valuable، يبقى شايفين ازاي ان انا المفروض افكر في ال adjectives، لازم اجيبها قبل النون، rare valuable and historical books، rare valuable and rare historical books، يبقى علشان الصفة بتيجي قبل النون. اوكي، تجمع بين التراث القديم والحديث، that تجمع بين القديم والحديث، that mixes، ممكن أقول إنها بتجمع ما بين الحاجتين، that mixes يعني بتربط ما بين الاثنين، أو that links. أوكي، أوكي، between the old أو the ancient and modern، ancient and modern heritage. يا ترى اوكي.
heritage. يبقى دي كده جملة ترجمة طويلة شوية ولكن حلوة، فيها مجموعة كلمات كثيرة كويسة. Alexandria هقراها لكم تاني. Alexandria Library is regarded one of the knowledge treasures for what it contains. Or ممكن كمان نشيل كلمة what ونحط بدلها for the rare, valuable and historical books that mixes it contains. That mixes between واللي بتربط ما بين the ancient and modern heritage. Okay؟ طيب تعالوا نشوف جملة تانية. دي كده الجملة بتاعت مكتبة الإسكندرية. هنشوف جملة تانية بتقول يجب أن نهتم، يجب أن نهتم، يجب أن نهتم بالأطفال، بالأطفال، وننمي، وننمي مواهبهم، مواهبهم، ليكون لديهم، ليكون لديهم القدرة على الإبداع، ليكون لديهم القدرة على الإبداع والابتكار. أوكي، وليس مجرد التقليد. أوكي، يبقى هنقراها تاني. يجب أن نهتم بالأطفال وننمي مواهبهم، ليكون لديهم القدرة على الابتكار وليس مجرد التقليد. تمام، يبقى كده أنا عندي الكلمات اللي موجودة هنا، هنبص عليها وبعد كده هنبتدي نشوف إحنا ممكن نعبر عنها إزاي في جملة. يجب أن نهتم طبعا care، وهنا أنا هشوف بقى هبدأ بإيه، يعني هل المفروض إن أنا أقول يجب أن نهتم إزاي؟ كلمة يجب ممكن جدا أترجمها بكلمة should أو كلمة must، الاتنين هينفعوا حسب بقى إلزام ووجوب الشيء ليك أنت، أو حسب ما أنت بتشوف الحاجة مهمة قد إيه. مفيش مشكلة في الحالة دي، طالما إن أنا تاني هرجع أقول مفيش حاجة ملزمة بالشكل اللي ممكن عدمها يكون مؤذي. أوكي، نهتم بـ care الأطفال طبعا children، وننمي، يعني إيه ينمي؟ يعني develop. أوكي، يبقى كلمة ينمي يعني develop. مواهب يعني talents، talents يعني المواهب. ليكون لديهم القدرة، قدرة يعني ability، ability يعني القدرة على الإبداع، الإبداع يعني أو الابتكار يعني creativity، creativity يعني إبداع أو ابتكار. أوكي، وليس مجرد التقليد، طبعا تقليد يعني imitation، imitation يعني التقليد. أوكي، طب تعالوا بقى نشوف كده إحنا ممكن إزاي نترجمها في جملة بحيث إنها ما يعني تبقى الستركتشر بتاعها سليم. زي ما اتفقنا إحنا عرفنا إنه فكرة الإنجليش مبنية على إن أنا ببدأ الأول بالسبجكت، عكس جمل العربي. كتير قوي من جمل العربي بيبقى فيه جمل فعلية وجمل اسمية. في الإنجليش هنبدأ بالسبجكت على طول، بدور على السبجكت، بشوف الفعل بتاع الجملة اللي بتاع السبجكت ده وأعمل ماتشنج ما بينهم في الستركتشر، لازم يكون الستركتشر بتاعهم متوافق، وببتدي بقى أكمل بقية الجملة زي ما هنعمل هنا. هنا السبجكت إيه؟ إحنا. أوكي، إحنا اللي يجب أن نهتم بالأطفال، يبقى we، يجب أن، يبقى we should أو we must، الاتنين ما فيش مشكلة فيهم. we must، أوكي، نهتم بالأطفال، we must care for children، أو ممكن لو أنا عايزة أدي أهمية يعني بشكل واضح give care or give much care for children، وننمي مواهبهم يعني and develop، and develop، and develop
their talents. موهبة يعني talent. اوكي عارفين طبعا في برنامج اسمه Arab Got Talent, اهي كلمة موهبة دي اللي هي talent. اوكي وننمي مواهبهم, develop their talents, مواهبهم ليكون لديهم to have the ability to أو to make them have the ability to have the ability أو to make them have the ability to have the ability to create to create يعني يبدأ أو to be creative to be creative. وكمان عندي كلمة الابتكار مثلا ممكن أقولها innovate. Innovate يعني يبتكر. To create أو to innovate. To be creative أو to be innovative. كمان يعني ممكن أكتبها لكم هنا. To be innovative. يعني علشان الترادف بدل ما نسيبه كده. To be innovative. وليس مجرد تقليد. يبقى to have the ability to create and to innovate and not only to imitate. ومش بس ان هم يقلدوا, لا لازم يبتكروا. And not only to imitate. يبقى هقرا لكم الترجمة الانجليش تاني. We must care for children. لازم نهتم بالأطفال. We must care for children and develop their talents. We نطور من مواهبهم. To have the ability to create and innovate. Or to have the ability to be creative and innovative. Okay? And not only to imitate. والله طالما احنا قلنا not only to imitate, هتحط في بالك ان انت نستخدم to create and innovate. دول هما اللي يمشوا مع to imitate عشان نبقى محافظين على نفس الstructure. طيب تعالوا نشوف جملة تانية. جملة ترجمة تانية مختلفة برضو ونشوف هنتكلم عن ايه. عندنا sentence بتقول لم ولن تتخلى مصر عن دورها القيادي في مساندة قضايا الأمة العربية. تمام. طبعا ربنا يحفظ مصر. ولن تتخلى مصر عن دورها القيادي في مساندة قضايا الأمة العربية. طيب يعني ايه يتخلى عن شيء؟ دي خدناها في واحدة من اليونتس, يعني give up. اوكي وطبعا هنا منفية لم ولن, يبقى won't give up. اوكي عن دورها القيادي. تمام. دورها القيادي يعني leading role. كلمة دور قيادي يعني leading role. اوكي مساندة يعني support, او لو فعل ممكن كمان اقول advocate. يعني كلمة دي أو دي ينفعوا بمعنى يساند, advocate. قضايا يعني هنا بمعنى مش قضية في محكمة, أوكي بمعنى المشاكل يعني, فممكن نقول issues. أوكي الأمة العربية Arabic, وكلمة أمة يعني nation. أوكي يبقى هنبص على الكلمات تاني. لم ولن. لم دي يبقى حاجة ليها علاقة بالماضي. اوكي ولن يعني حاجة ليها علاقة بالمستقبل. ممكن جدا نترجمها عادي جدا جدا بان احنا نجيب structure في الماضي وفي المستقبل. وبعد كده دورها give up يعني يتخلى. دورها القيادي يعني leading role. مساندة يعني support.
قضايا، أو طبعا مساندة ممكن تبقى advocate، قضايا يعني issues. أوكي. وكلمة الأمة العربية اللي هي Arabic nation. تعالوا بقى نشوف ممكن نصيغها في شكل جملة إزاي. عندنا الجملة بتقول لم ولن تتخلى، يبقى Egypt didn't and won't، هي عمرها ما هتعمل ده، لم ولن تتخلى. Egypt طبعا مصر، هي السبجكت هي الفعل فهنبدأ بيه. Egypt didn't and won't، didn't and won't، لم ولن تتخلى، give up. Egypt didn't and won't give up on her، give up her leading role، دورها القيادي، her leading role، في مساندة her leading role يعني دورها القيادي، في مساندة يعني to support أو to advocate، to support قضايا الأمة العربية، the Arabic nation issues. اوكي، يبقى دي كده الترجمة بتاعت الجملة. Egypt didn't and won't give up her leading role to support the Arabic nation issues. طبعا احنا كلنا فخر ان مصر يعني هي دولة رائدة وقائدة في كل شيء، ويا رب دايما تفضل كده على طول. تعالوا نشوف جملة تانية، ترجمات كتيرة اهو، علشان يعني بس طبعا في يوم تاني اكيد هجيب لكم حاجات عن كورونا وحاجات كده، بس لازم تحطوا في بالكم حاجة، يعني فكرة التوقعات ممكن جدا جدا يعني وضع الامتحان يبعد تماما عن التوقعات، فناخد بالنا من البوينت دي. للأسف يعني الحلقة انتهت، ميعادها خلص. عموما ان شاء الله بكره هيكون عندنا 3 ساعات من 9 ل 12، هتكون فيهم بقى سكيلز كتير وشكل كده كامل للامتحان، فيا ريت تتابعوها بجديه، هتكونوا فاضيين خلاص. للاسف بقى خلصنا وانتهينا من حلقه النهارده. ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج، واشوفكم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك لو عندكم اي اسئله، اند بيست اوف لك في